السلام عليكم. النهارده بقى ان شاء الله ميعادنا مع المحاضره الثالثه من محاضرات النيرف. المحاضره اللي فاتت كنا خلصنا الاكشن بوتنشال بكل تفاصيله وازاي بيحصل، واتكلمنا عن الاشاره، واتكلمنا عن كل الفيزز بتاعته، واتكلمنا عن البوابات بتاع الصوديوم والبوتاسيوم وازاي الميكانيزم كامله بتحصل. تعالوا بقى النهارده نبدا نكمل من الحته اللي احنا انتهينا من عندها المره اللي فاتت. النهارده اول حاجه هنبدا بيها ان شاء الله بعد ما ولدنا الاشاره في مكان، ازاي هننقلها بقى على مدار العصب كله. تعالوا نشوف كده اول حاجه هنبدا بيها ايه. طبعا المحاضرة اللي فاتت اخر حاجة وقفنا عندها ان احنا كنا ازاي بنعمل عملية الاكشن بوتنشال، اصلا ازاي بتتولد، وعرفنا ان كان في حاجة اسمها ديبولاريزيشن وفي حاجة اسمها ريبولاريزيشن، وبعد كده كان فيه الافتر بوتنشال، سيان النيجاتيف او سيان البوزيتيف. المهم ان انا ولدت اشارة. النهاردة بقى العنوان اللي هنبدأ بيه هو ازاي بنقل الاشارة دي. لو فاكرين المره اللي فاتت كنا اتكلمنا عن حاجه اسمها الفايرنج ليفل، وقلنا اول ما بنوصل للفايرنج ليفل ده ساعتها بخلق على طول اكشن بوتنشال بروباجيتد. بروباجيتد يعني اكشن بوتنشال قابل ان هو ينتشر لمسافات بعيده في العصب. انما لو ما كناش وصلنا للفايرنج ليفل كان هيحصل حاجه هنعرفها النهارده ان شاء الله اسمها لوكال اكزايتاتوري ستيت، حاله استثاره مكانيه في المكان نفسه. اللي هنتكلم فيه النهارده ان انا خلاص وصلت الفايرنج ليفل، وبعد ما وصلت الفايرنج ليفل بقيت بفكر ان انا ازاي هنقل الاشاره على مدار العصب بقى. عشان كده العنوان الاول معانا النهارده بيقول كوندكشن او بروباجيشن اوف اكشن بوتنشال. ازاي الاكشن بوتنشال اللي انا ولدته في نقطه هيبدا يخلي الاكشن بوتنشال ينتشر في العصب كله لحد ما يوصل المكان اللي هو عاوز يروحه. يقول لي اول عنوان بنقول حاجه تانية، ميكانيزم اوف نيرف امبلس كوندكشن، طريقه توصيل الاشاره العصبيه في العصب. طريقه توصيل الاشاره ده اللي هنتكلم عنه النهارده. واتفقنا ان انا لازم عشان اعمل بروباجيشن، ودي كلمه مهمه جدا، عشان اعمل بروباجيشن للاكشن بوتنشال لازم اوصل للفايرنج ليفل. خد بالك، لو وصلت للفايرنج ليفل هعمل بروباجيشن، لو ما وصلتش للفايرنج ليفل هعمل حاجه اسمها لوكال اكزايتاتوري ستيت. كلامنا حالا ان احنا خلاص وصلنا للفايرنج ليفل، فعشان كده بيقول لي once the firing level is reached، مجرد ما بتوصل الفايرنج ليفل the action potential is generated، خلاص الاكشن بوتنشال هيتولد. and once generated، مجرد ما بيتولد it will be propagated، اللي هي كلمه transmitted along the nerve axis. مجرد ما بيتولد وبيعدي الفايرنج ليفل خلاص لازم انقله على مدار النيرف اكزون كله. by one of the two mechanisms، عن طريق ميكانيزمين اتنين. متوقفين على ايه الميكانيزمين دولت؟ متوقفين على نوع العصب. بمعنى انا عندي عصب، اي عصب عموما بيكون عباره عن اكزون، البودي والاكزون والدنترايس مش مهم الكلام ده كله، انا هتكلم عن الاكزون دلوقتي. محور العصب، محور العصب ده بيكون مغلف بغلاف الاول اسمه شوان سيلز. شوان سيلز ده موجود في كل انواع الاعصاب، يعني هو شوان سيلز ده الغطاء بتاع الاكزون. بعد الشوان سيلز ده بقى انواع النيرفات بتختلف، هل عليها مايلين شيس ولا لا. لو عليها مايلين شيز بقول انها مايلينيتد، لو ما عليهاش بقول انها نون مايلينيتد. طريقه انتقال الاشاره العصبيه بتختلف حسب النيرف ده مايلينيتد ولا ان مايلينيتد. عشان كده الطريقه الاولى بيقول لي هتكلم في الان مايلينيتد نيرف فايبرز، في اللي ما عليهاش مايلين طريقه نقل الاكشن بوتنشال في النيرفات اللي ما عليهاش مايلين اسمها سويبنج كوندكشن. السويبنج كوندكشن معناها طريقه النقل بالكنس، كانك بتكنس حاجه بمقشه عمال تعديها على كل النقط في الارض. الطريقه ديت اسمها طريقه النقل في النيرف الامايلينيتد، كانك بتكنس ديت معناها ببساطه شديده جدا انك عمال توزع النقط على كل حته في الارض، عماله تمر على كل المناطق، عشان كده سموها سويبنج كوندكشن، النقل عن طريق الكنس. تعالوا اما نشوف الديفينيشن بتاعها ايه. بوليس سويبنج كوندكشن از ا بوينت تو بوينت كوندكشن، نقل من نقطه لنقطه. وخد بالك انا مش هسيب نقطه على النيرف الا وهعدي عليها، واوعى تنسى الكلمه دي عشان لما اجي اشرح حاجه تانية حالا تعرف الفرق. دي بوينت تو بوينت كوندكشن يعني من نقطه لنقطه، يعني بمر على كل النقاط. اوف ذا اكشن بوتنشال ان ويتش ذا امبلس فولو اكروس اول بوينت اون ذا نيرف ميمبرين، اللي من خلالها الاشاره بتعدي على كل النقط في النيرف. يبقى خد بالك من الكلمتين الاثنين مهمين جدا، دي بوينت تو بوينت، والاشاره الامبلس بتعدي على اول بوينت along النيرف. الميكانيزم بتاعت السويبنج كوندكشن بقى بيحصل ازاي؟ تعالوا ما نعرف بيحصل ازاي.
بيقول لي ان انيشال ستيمولس كوز ان اكشن بوتنشال ات ذا بوينت اوف ستيمولايشن اللي اسمها الاكتيف بوينت. يعني ايه؟ يعني بيقول لك اول حاجه انا هعمل اكشن بوتنشال في نقطه، النقطه دي اسمها الاكتيف بوينت، دي النقطه اللي هبدا منها كل حاجه. يعني ايه هعمل اكشن بوتنشال؟ متفقين ان الاشاره بره كانت موجب وجوه سالب في حاله الريستنج ميمبرين بوتنشال. اول ما ابدا اعمل اكشن بوتنشال كنا بنفتح قنوات الصوديوم لو فاكرين، ندخل الموجب جوه وبالتالي الاستقطاب بينعكس، بيحصل حاجه اسمها دي بولاريزيشن. الدي بولاريزيشن ده معناه ان بقى بره سالب وجوه موجب. النقطه اول نقطه يحصل عندها الحركه دي بسميها اكتيف بوينت، النقطه النشطه اللي هبدا من عندها البروباجيشن. The outer surface of the nerve membrane at this point become negatively charged. النقطة دي بيقول لي الإشارة الخارجية عليها من بره بتكون نيجاتيف زي ما احنا متفقين وزي ما قلت لك دلوقتي، يعني حصل حالة depolarization. بعد كده positive charge from the inactive area follow into the active area. positive charge من المناطق اللي مش active بتتنقل للمناطق الactive. تعالى موريك الحركة دي بتحصل ازاي. انا هرسم العصب اهوت، ده كده العصب، متفقين ان كانت هنا الاشارة موجب وهنا الاشارة سالب، ودي موجب اهي ودي سالب وهكذا، ادي موجب ودي سالب، ادي موجب ودي سالب. واول نقطة هيحصل عندها تحفيز اللي اسمها الاكتيف بوينت اللي كان حصل عندها ديبولاريزيشن، اتفقنا انها بتكون بره سالب وجوه موجب، يبقى دي النقطة اللي اسمها الاكتيف بوينت اهي، دي النقطة اللي حصل عندها اكشن بوتنشال، دي اول نقطة حصل عندها اكشن بوتنشال بمعنى كلمه ان انا خلاص هبدا اعمل بروباجيشن. ايه اللي بيحصل بقى؟ بيقول اللي بيحصل كالاتي، انت عندك المنطقه دي اسمها الاكتيف بوينت والمناطق دي كلها اسمها ان اكتيف اريا، مناطق مش متنشطه لسه. ايه اللي يحصل؟ بيقول لي هتيجي تبص تلاقي ان الموجب من الان اكتيف اريا راح ناحيه السالب اللي في الاكتيف بوينت، ويقوم جاي السالب واخد مكانه وهكذا. بعد كده لما السالب يجي هنا دي بقت سالب خلاص، ما هو الموجب راح الناحيه دي مكان السالب والسالب خد مكانه، وبالتالي يقوم جاي الاكشن بوتنشال منقول في المنطقه دي. تيجي تبص على المنطقه دي بقت ديت الاكتيف بوينت بالنسبه للي بعدها، فتلاقي اللي بعدها قام جاي الموجب برضه رايح ناحيه السالب، وبالتالي الموجب بتاع المنطقه دي اختفى راح للي جنبها اللي هي اللي قبلها بقى، وبالتالي دي بقت الاكتيف بوينت. ثم بعد كده الموجب ده هيروح للسالب اللي بقى هنا، بمعنى اصح انا عندي سالب وموجب، الموجب اللي في الان اكتيف اريا بينط يروح مكان السالب اللي في الاكتيف بوينت، وبالتالي المنطقه اللي يمشي منها الموجب يحصل فيها اكشن بوتنشال، يبقى كان عمال انقل اهو. تعالوا اما نشوف بقى كاتبها ازاي. بيقول لي بوزيتيف تشارج فروم ان اكتيف اريا، الاشاره الموجب اللي هي الطبيعيه في المناطق الحمراء اللي احنا رسمناها اللي اسمها الان اكتيف اريا فلو انتو ذا اكتيف اريا، بيروح للاكتيف اريا اللي هي كانت بره سالب اصلا، وبالتالي الموجب لما يمشي من منطقه كانها بقت سالب، فتقوم جايه الاشاره ناقله ليه، فيقول لي بقت اسمها اريا اوف كارنت سينك، منطقة ان الكرنت بيقوم جاي غطسان فيها. يعني انا بقوم جاي ناقل الموجب من الان اكتف للاكتف، الاكتف تبقى ان اكتف والان اكتف تبقى اكتف، ببدلهم. يعني انا لازم تكون اشارة واحدة بس عندي هي الاكتف، الاولانية كانت اسمها اكتف بوينت، تعالى عايز انقلها للي جنبها بقى، ما احنا قلنا بوينت وبوينت من نقطة لنقطة، عاوز انقلها للي جنبها. كويس، اللي جنبها دي كانت موجب على سالب، لا ودي لي الموجب ده خليه يروح على السالب وهات السالب مكانه، وبالتالي كاني بدلت الأولانية بقت موجب على سالب والتانية بقت سالب على موجب، وبالتالي الإشارة اتنقلت من النقطة الأولى للنقطة التانية. طب تعالى على النقطة التالتة، النقطة التالتة موجب على سالب، وبالتالي الموجب يروح للسالب بتاع النقطة التانية، فالإشارة تتنقل من النقطة التانية للنقطة التالتة وهكذا. Local circle current، لوكال سيركل كارنت معناها تيارات في نفس المكان، اللي هو اللي انا عم اقول لكم عليه ده، السالب يروح للموجب والموجب يروح للسالب وهكذا. ديكريز ذا بولاريتي اوف ذا ان اكتيف اري، بيقلل البولاريتي في الان اكتيف اري. يعني ايه؟ الان اكتيف اري كان الطبيعي بتاعها موجب على سالب، لما ودي موجب بعيد عنها ناحيه السالب كاني بقلل البولاريتي بتاعتها، فيقول لي هقلل البولاريتي بتاعتها قوي اند انيشيت لوكال ريسبونس، وهبدا اعمل لوكال ريسبونس شبيه جدا بالاكشن بوتنشال ذات وين ريتش الفايرنج ليفل برودوس ذا اكشن بوتنشال، اول ما يوصل للفايرنج ليفل بيعمل لي اكشن بوتنشال على طول.
ذا ليتر اريا اوف اكتيفيشن، المنطقه اللي كان فيها اكتيفيشن بقى، اللي هي المنطقه رقم واحد، انترن ديبولاريز ذا ميمبرين ان فرونت اوف ات، بتعمل ديبولاريزيشن للميمبرين قدامها، اللي هي النقطه رقم اتنين، عن طريق اللي احنا عمالين نحكي فيه ده، عن طريق لوكال سيركل كارنت، عن طريق التيارات اللي هي عماله تتنقل دي، الموجب عمال يروح ناحيه السالب اللي هي كانت اسمها اريا اوف كارنت سينك، and produce an action potential at a new point، وبيعمل action potential في نقطة جديدة. This process will be repeated along the whole length of the nerve fiber، بيقول لي الحركة دي هتحصل أو هتتكرر على مسار العصب كله، اللي هي نقطة كانت active هتactive النقطة اللي جنبها، اللي هي كانت inactive تبقى تتحول لactive، واللي كانت active ترجع تاني زي ما كانت inactive، عشان أنا ما بحفزش كله في نفس الوقت، لا هي نقطة 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 نقطة. تعالوا نشوف الجزء اللي بعد كده وارسمها لكم الفكره كلها عامله ازاي عشان نفهمها اكتر. نكمل بقى، بيقول لي once the impulse leaves a point، مجرد ما الاشاره بتسيب نقطه اللي هي مثلا كانت النقطه رقم واحد والاشاره اتنقلت لنقطه رقم اتنين، بقت اتنين اكتف وواحد ديت ان اكتف، the later soon repolarize، رقم واحد دي بترجع تاني لطبيعتها زي ما قلت لكم، بتبقى ان اكتف يحصل فيها repolarization، وبالتالي افهم الكلمه دي قوي، الريبولاريزيشن فولو الديبولاريزيشن اند بروباجيت ان سيم دايركشن، يعني ايه؟ يعني عندنا نقطه 1 2 3 4، واحد دي كانت اكتف اوكي، عملت اكتيفيشن لاثنين، بقت اثنين هي الاكتف، وبالتالي واحد رجعت تاني ان اكتف، يعني اثنين دي بقى فيها ديبولاريزيشن وواحد دي بقى فيها ريبولاريزيشن، ثلاثة يحصل لها ديبولاريزيشن، اثنين يحصل لها ريبولاريزيشن، وبالتالي الديبولاريزيشن ماشي والريبولاريزيشن ماشي وراه في نفس الاتجاه. ايه الديس ادفانتج بتاعتها بقى؟ ايه المساوئ بتاعتها؟ بيقول لي دي سلو تايب اوف كوندكشن، بتاخد وقت طويل قوي وبالتالي ما بحبهاش كتير لانها سلو، عشان كده اصلا كانت الفكره بتقول انك عشان تنقل اكشن بوتنشال في نيرف، النيرف بيحب المايلينيتد قوي، او الاكشن بوتنشال بيحب المايلينيتد قوي، لانه في المايلينيتد النقل هيكون سريع جدا، انما في الان مايلينيتد النقل هيكون بطيء. It consumes relatively large amount of energy، بتحتاج كمية طاقة كبيرة جدا عشان انقل الاشارة من نقطة لنقطة لنقطة لنقطة، بتستهلك كمية طاقة كبيرة. الرسمة اللي قدام كوريا ده انا عاوز يعني عاوز اقولها لكم بطريقة، ولكن هنحاول نشرح عليها، بس انا الاول عاوز اوريك الطريقة ذات نفسها بتكون عاملة ازاي. بص بقى وحاول تركز معايا عشان ما فهمش، اتفقنا ان ده النيرف اهوت، واتفقنا ان الاشاره دي كده كانت الطبيعي بتاعها ان ديت موجب على سالب، ادي موجب على سالب، ادي موجب على سالب، موجب على سالب اهو، واخر واحده موجب على سالب، دي الحاله الطبيعيه بتاعت الريستنج ميمبرين بوتنشال. انا بقى هسمي النقط ديت عشان خاطر احنا ما نتلخبطش برضو، هسمي النقطه ديت كده اهي رقم واحد، هسمي النقطه دي كده رقم اتنين، هسمي النقطة ديت مثلا رقم 3. أول حاجة هتحصل إن أنا هيحصل لي أكشن بوتنشال عند النقطة رقم واحد، حلو، ومعنى كلمة يحصل أكشن بوتنشال عند النقطة رقم واحد إن الموجب ده هيبقى سالب والسالب اللي جوه ده هيبقى موجب، الإشارة اختلفت أهي، وبالتالي النقطة رقم واحد ديت بقت أكتف، حصل فيها أكشن بوتنشال بقت أكتف، حلو. من عند النقطة رقم واحد دي بقى عاوز انقل الإشارة للنقطة رقم اتنين، ثم من اتنين انقلها لتلاتة، ثم من تلاتة انقلها لأربعة، وهكذا، عاوز أخلي الإشارة يحصل لها بروباجيشن من نقطة لنقطة. إيه اللي بيحصل؟ يقول لي أول حاجة تعالى نركز في السالب ده. السالب بيحب يشفط الموجب عليه، أو بمعنى أصح الموجب بيحب يجري على السالب. طب بص على النقطة رقم اتنين كده، هتبص تلاقي فيه موجب أهوت وجنبها السالب أهو، وإحنا عندنا قاعدة قلتها لك دلوقتي إن الموجب بيحب يجري على السالب، لما يبقى ده موجب وجنبه سالب الموجب يروح عليه، وبالتالي الموجب عمال يقل من هنا. هي فكرة الأكشن بوتنشال كانت إيه؟ إن الموجب يخش جوه النيرف، بمعنى أصح إن الموجب يقل. طب ما انا بقول لك ان في النقطة رقم اتنين دي الموجب بعد عنها راح للنقطة رقم واحد، وبالتالي في النقطة رقم اتنين الموجب بره حصل له ايه؟ هتقول لي الموجب بره قل، ولما الموجب يقل معناها ان هيحصل فيها اكشن بوتنشال، عشان كده النقطة دي بقت اكتف. طب يا دكتور نقطة رقم واحد نظامها ايه؟ بص معايا بالراحة، مش احنا قلنا الموجب هنا قل؟ وبالتالي بقت اكتف، حلو، والموجب راح في ايه؟ ناحية السالب، وبالتالي في النقطة رقم واحد الموجب بره هيحصل له ايه؟ هتقول لي استنى،
ده الموجة بتنقل من 2 لواحد، وبالتالي قل في 2 وزاد في 1، يبقى 2 بقت دي بولاريزيشن وواحد رجع التاني ريبولاريزيشن، لان الموجب بتاعها بره زاد وبالتالي رجعت لطبيعتها تاني بقت ان اكتف، ورقم 2 بقت هي اللي اكتف، وبالتالي رقم 2 دي حصل فيها دي بولاريزيشن ورقم 1 دي حصل فيها ريبولاريزيشن. التيار عمال يتنقل من الموجب للسالب من الموجب للسالب، بيسموها لوكال كارنت فلو، مسارات في مسارات للاشاره في مكانها. عشان كده هتبص تلاقي الديبولاريزيشن ماشي في الاتجاه ده ووراه على طول الريبولاريزيشن، مجرد ما الاشاره تتنقل من نقطه للتانيه تبص تلاقي النقطه التانيه بقت فيها ديبولاريزيشن والنقطه اللي قبلها بقت ريبولاريزيشن. وعاوزك تكتب لي قاعده بعد اذنك ضروريه جدا لان هحتاجها في الجزء اللي بعد ده. القاعده دي بتقول ان الموجب لما بيزيد بره بيحصل ريبولاريزيشن، ببعد عن الفايرنج ليفل. اكتب النقطه دي وافهمك يعني ايه. لما الموجب يزيد بره ببعد عن الفايرنج ليفل، وبالتالي ببعد عن ان يحصل اكشن بوتنشال. انما لما الموجب يقل بره معناها ان انا بقرب من الفايرنج ليفل، ولما اقرب من الفايرنج ليفل معناها ان انا بقرب من الاكشن بوتنشال. تاني اهو هقولها لكم مره اخيره، واكتب زي ما انا هقول بالنص كده. الموجب لما يزيد بره، الموجب يزيد بره معناها اني بزود البولاريتي، معناها اني ببعد عن الاكشن بوتنشال لاني ببعد عن الفايرنج ليفل. طب لما الموجب يقل بره، الموجب يقل بره معناها ان البولاريتي بتقل، معناها ان انا بقرب من الفايرنج ليفل، معناها ان انا بقرب من الاكشن بوتنشال. هحتاج الكلمه دي حالا، يا رب تكونوا كتبتوها زي ما انا قلتها كده. تعالوا بقى نرجع للكلام اللي كنا بنشرحه. دي كده طريقة نقل الإشارة في العصب اللي بيكون ان مايلينيتد. تعالوا بقى نخش على العصب المايلينيتد. يقول لي ايه طريقة الكوندكشن في المايلينيتد نيرف فايبر، العصب اللي عليه مايلين، بنسميها سالوتاتوري كوندكشن. سالوتاتوري كوندكشن معناها طريقة التنطيط، عمال انط من نقطة لنقطة تانية، هنعرف ايه النقطة التانية دي. في الام مايلينيتد كنا بنسميها سويبنج كوندكشن، عمالين نكنس وبالتالي بنمر على كل النقط، وقلت لك اوعى تنسى كلمتين، من بوينت لبوينت وبالتالي بيمر على كل البوينت. هنا بقى اسمها سالوتاتوري، طريقه التنطيط بيمر على نقط معينه. تعالوا نعرف هي ايه. نيرف امبلس بروباجيت ان مايلينيتد فايبر باي نود تو نود ترانسميشن، من نود لنود. يعني ايه نود لنود ديت؟ هناك كنا بنقول من نقطه لنقطه، من بوينت لبوينت، هنا من نود لنود. يعني ايه؟ بصوا كده معايا، العصب اللي بيكون مايلينيتد نرسمها هنا اهوت. العصب اللي بيكون مايلينيتد ده كده العصب اهو، بنبص نلاقي عليه حاجه اسمها المايلين شيز. المايلين شيز ده بيبقى شكله عامل كده، حتت كده محطوطة على العصب. وبالتالي خد بالك من حاجة، لو بص على الحتة ديت كده هتبص تلاقي فيه فراغ هنا اهو، وهتلاقي فيه فراغ هنا اهو. الفراغ اللي بين حتت الميالين اسمه نودو فرانفييه، اسمه عقدة رانفييه، الحتة بتاعت رانفييه. الحتة دي ما فيهاش ميالين، وبالتالي الإشارة تقوم جاية نطة للحتة اللي ما فيهاش ميالين، ثم تنط للحتة اللي ما فيهاش ميالين، وهكذا. إشمعنى؟ لأن الحتة اللي ما فيهاش ميالين ديت هي اللي ممكن تنقل الإشارة من جوه لبره. الميالين عازل، الميالين ده عامل زي الحاجة البلاستيك اللي على سلك الكهرباء، حاجة عازلة، وبالتالي ما ينفعش الإشارة تعدي عليها خالص. أتصرف إزاي؟ روح لي في الحتت اللي بين الميالين. الحتت اللي بين الميالين ديت دي خلاص قاعدة مباشر بقى على العصب، وبالتالي ممكن ينقل فيها إشارة، دي اسمها نودو فرانفييه. عشان كده بيقول النيرف امبلس بيتنقل في المايلينيتد من نود لنود، يعني الفراغ اللي بين الميالين. مايلين شيس از امبيرميبل تو ايونز، قلت لكم المايلين ده عازل ما بيعديش اي ايونات خالص، وبالتالي الايونز كانت فلو ثرو ات، ما ينفعش انقل ايونات من عليه لانه عازل ما بيعديش حاجه. امال اتصرف ازاي؟ روح في الحتت اللي بينه. عشان كده بيقول لي بات ات كان فلو ويز ايز ثرو النود فروم في، ولكن الايونز دي ممكن تتنقل بسهوله من خلال النودز اوف فروم في.
سو ذا اكشن بوتنشال اوكير اونلي فور نود فروم في اي، وبالتالي الاكشن بوتنشال ما بيحصلش بس الا في النود فروم في اي. ودي طريقه اسمها السالوتاتوري، ان بنط من نود لنود، في نقط ما بعديش عليها اللي هي النقط اللي فيها ميالين، عشان كده ده الفرق. هناك كنا بنقول من بوينت لبوينت، هنا بنقول من نود لنود. هناك كنت بعدي على اول بوينت، هنا بعدي على سام بوينت بس اللي ما فيهاش ميالين. وبالتالي ذيرفور action potential occur only at the node and conducted from node to node and the score salutary conduction بسبب كلمة jump ده. بيقول لي وبالتالي بيتنقل من نود لنود وبينط من نود لنود بطريقة اللي اسمها salutary conduction، طريقة التنطيط بمعنى أصح. الميكانيزم بتاعت salutary conduction بقى ازاي بيحصل؟ بيقول لي سيركل كارنت زي بتاعه الاميلينيتد بالظبط بتحصل اونلي ات ذا نود. يعني ايه؟ هتبص على نود تلاقيها كانت موجب سالب، نود موجب سالب، نود موجب سالب. الاكشن بوتنشال حصل، قام الجايه النود الاولانيه بقت سالب موجب، اي انه حصل فيها اكشن بوتنشال، وبالتالي النود اللي بعدها كانت موجب سالب، الموجب يروح على السالب، فالموجب يقل بره، يقلل البولاريتي، اقرب من الفايرنج ليفل، اعمل اكشن بوتنشال. النقطه 2 تتحفز، النقطه 1 ترجع ريبولارايز. نفس الكلام اللي قلناه بالظبط هناك في حاله السويبنج كوندكشن. يكمل بقى ويقول لي تقريبا هيقول نفس الكلام اللي احنا قلناه في السويبنج في الميكانيزم. تعالوا نشوف بقى هيقول ايه في السالوتاتوري، الميكانيزم بيكون عامل ازاي. بيقول لي زي بوزيتيف تشارج جامب فروم ذا ان اكتف. اللي ما فهمش الموضوع هناك في السويبنج هو نفس الكلام حالا هنقوله في السالوتاتوري اهوت، وبالتالي ركز معايا بقى عشان هيبقى نفس الكلام بالظبط. قلنا ان البوزيتيف بيحب يروح ناحيه النيجاتيف، فخلاص بقت نقطه نيجاتيف، هبص هناك الاقي جنبها بوزيتيف، فيقوم جاي منقول عليه، فيقول لي ذا بوزيتيف تشارج جامب تو ذا ان اكتف، اللي هي بوزيتيفلي تشارج. ذا بوزيتيف تشارج جامب فروم ذا ان اكتف، لان اكتف اتفقنا ان هي كانت موجب على السالب، نود تو ذا اريا اوف كارنت سينك. الاريا بتاعت كارنت سينك هي الاكتف بوينت، اللي هي كانت اكتف اللي كانت نيجاتيف تشارج. بمعنى اصح انا عندي نقطه سالب على موجب، النقطه السالب على موجب دي اسمها اريا اوف كارنت سينك، المنطقه بتاعت الحفره اللي الاشارات هتجري كلها عليها. وبالتالي من المنطقه الموجب اللي هي اللي حصل فيها انكتيفيشن هيجري للمنطقه السالب اللي كان حصل فيها اكتيفيشن، باي باسنج ذا مايلين سيجمنت تو زير انسليتور افكت. هيعدي من المايلين عشان التاثير العازل بتاعها، يعني هينط من على المايلين خالص ملوش اي دعوه بيها، ليدنج تو ستيميوليشن اوف ذا ان اكتيف نود اند سو اون، هيعمل اكتيفيشن للان اكتيف وهكذا. بص كده معايا، دي كده موجب على السالب اهي. الاول النقط اللي انتوا شايفينها اللي هي الغليظه دي المايلين شيز، اللي هي دي كده كلها الميالين. النقط الفاضيه اللي بينها دي بقى دي اسمها النود فروم في اي، اللي هي هيحصل فيها الكوندكشن اصلا. تعالوا نبص كده واحده واحده. خد بالك هنا دي موجب على سالب، موجب على سالب ديت يعني ان اكتف، ودي موجب على سالب وبالتالي ان اكتف. تعال بص على دي كده بقى هتلاقيها سالب على موجب، سالب على موجب يعني دي اكتف، يعني الاريا اوف كارنت سينك دي المنطقه بتاعه اللي حصل فيها اكتيفيشن اللي هو بنسميها الحفره لانه كله هيجري عليها. بص بقى اللي يحصل، يقول لك الموجب ده هيجري يروح على السالب هنا، والموجب ده هيجري يروح على السالب هنا، فعشان دي كده سمينا دي الحفره لانها كانت سالب على موجب. الموجب لما يقل من هنا ويقل من هنا، ومتفقين الموجب لما يقل بره البولاريتي تقل، معناها ان انا بقرب من الفايرنج ليفل، معناها ان انا بيحصل لي اكشن بوتنشال، وبالتالي دي تتحول لاكتف ودي تتحول لاكتف، ودي يحصل فيها ريبولاريزيشن وترجع ان اكتف تاني، وهكذا وهكذا. بيقول لي بقى هنتكلم على الادفانتج بتاعت السالوتري كوندكشن. لو خدت بالكم هناك احنا قلنا الديس ادفانتج، ما كانش لها مميزات تقريبا، كان كل كلامها عيوب. هنا بقى هنتكلم عن المميزات بتاعتها. بيقول لي ات ريزلت ان رابيد ريت اوف كوندكشن، دي النقل السريع جدا، عشان كده قلت لكم الاكشن بوتنشال بيتنقل في المايلينيتد احسن 1000 مره من الان مايلينيتد، لانه بمعنى اصح في المايلينيتد بينط، انما في الان مايلينيتد بيمشي براحته من نقطه لنقطه. So that the myelinated nerve can conduct the impulse as much as من 5 ل 50 مرة أكتر من الـ unmyelinated nerve. السرعة في الميلينيتد تقريبا 50 ضعف الـ unmyelinated. It conserve energy needed for sodium potassium pump، بتوفر طاقة اللي هنحتاجها لصوديوم بوتاسيوم بامب، because excitation occur only at the node، مش عند كل البوينت في النيرف ميمبرين. يعني إيه؟ النقطة اللي كان حصل فيها اكتيفيشن اللي هي بتاعة الكرنت سينك دي،
النقط كلها راحت لها، وبالتالي حصل فيها inactivation، والنقطة اللي جنبها حصل فيها activation. قلنا هيحصل لها repolarization. بس الريبولاريزيشن ده لو فاكرين هناك في الاكشن بوتنشال المحاضره اللي فاتت كان لازم اصححه بالصوديوم بوتاسيوم بامب. حلو قوي. تخيل دلوقتي انك هتمر على كل نقطه في الممبرين، معنى كده ان الصوديوم بوتاسيوم بامب محتاجه انها تشتغل تقريبا في كل نقطه في الممبرين، الاشاره مشيت من عندها عشان ترجعها تاني ريبولارايز. معنى كده الصوديوم بوتاسيوم بامب تقريبا هتشتغل في كل النقاط، والصوديوم بوتاسيوم بامب محتاجة طاقة، وبالتالي لما استخدمها في كل النقاط هحتاج طاقة كتيرة جدا. عشان كده الان مايلينيتد كان بيحتاج طاقة كتير عشان الصوديوم بوتاسيوم بامب ترجع النقطة تاني ريبولارايزد. امال هنا يقول لك هنا انا بمشي على النودز بس، وبالتالي الصوديوم بوتاسيوم بامب هتشتغل في النودز بس، وبالتالي في مناطق مش محتاج فيها الصوديوم بوتاسيوم بامب، وبالتالي هقلل كمية الطاقة اللي انا محتاجها. عشان كده دي بتستهلك كمية اقل من الطاقة، لان الصوديوم بوتاسيوم بامب بتشتغل فقط في النود فروم في اي. دي كده طريقة نقل الإشارة في المايلينيتد والأن مايلينيتد. في الأن مايلينيتد كانت الطريقة اسمها سويبينج كوندكشن from point to point passing through all point، انما في المايلينيتد كانت from node to node passing only through node from VA، وبالتالي كانت بتحتاج كمية طاقة اقل. واوعى تنسوا الكلام ده لان الكلام ده مهم جدا. واوعى تنسى برضو النقطة الاول، نقطة خالص اللي بيحصل عندها activation كانت اسمها الاكتيف بوينت، او بنسميها area of current sink، المنطقة اللي هتنزل فيها الاشارة وبالتالي كله هيجري عليها. اوعى تنسى ان لما الموجه بيروح على السالب دي اسمها لوكال كارنت فلو او لوكال كارنت سيركت. تعالوا بقى نخش على العنوان اللي بعد كده. العنوان اللي عليه الدور بقى اسمه الكتروتونس. الكتروتونس او الاسم التاني بتاعه الكتروتونيك بوتنشال. قبل ما اتكلم عنه وقبل ما اقول لك هو ايه اصلا، قبل ما اتكلم في اي حاجه، تعالى بعد اذنك مفكرك بمعلومه كده قلتها المره اللي فاتت وقلتها حالا عشان ده هتبقى الاساس كله. لو فاكرين المره اللي فاتت كان في كيرف كده بنرسمه بتاع الاكشن بوتنشال، كنا بنقول ان انا اول حاجه بتلاقي الاشاره طالعه بسيط، ثم طالعه 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 تعمل لي الاسندنج ليمب بتاع الدي بولاريزيشن، ثم تعمل لي الديسندنج ليمب بتاع الري بولاريزيشن، ثم نبص الاقي نزلت تحت شويه كده في النيجاتيف افتر بوتنشال، ثم طلعت تاني للنورمال بتاعها في البوزيتيف افتر بوتنشال. عاوز افكرك بمعلومه بعد اذنك. كنا بنقول ان المره اللي فاتت ان الاسندنج ليمب اللي طالع ده كان الاسندنج ليمب بتاع الدي بولاريزيشن، والديسندنج ليمب اللي نازل ده كان بتاع الري بولاريزيشن. حلو قوي. ولو فاكرين كان في نقطه هنا كده، النقطه دي اسمها الفايرنج ليفل، اللي كانت تقريبا عند سالب 55. الفايرنج ليفل دي لما كنا بنوصل لها كانت الاشاره بتتنقل سريعه قوي بقى وتقوم جايه طالعه مره واحده. بس انا عاوز افكرك بمعلومه برضو. لو فاكرين ده كان العصب اهوت، العصب كان موجب وسالب موجب وسالب. هو عشان اعمل اكشن بوتنشال لو فاكرين كان ايه اللي بيحصل، هتقول لي الاول كنا بنعمل الديبولاريزيشن. الديبولاريزيشن كان بيحصل ازاي؟ هتقول لي والله يا دكتور بفتح قنوات الصوديوم واخلي الموجب يخش جوه. حلو قوي، ركز من هنا بقى. ولما الموجب يخش جوه معنى كده كميته بره ايه اللي يحصل؟ تقل. حلو. ولما كميته تقل، لو ملاحظين انا عمال اطلع 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 اطلع، كل ما الموجه بيقل بره كل ما عمال اطلع، معنى كده ان انا بقرب من الفايرنج ليفل ولا ببعد عن الفايرنج ليفل؟ هتقول استنى بدخل موجه بجوه يعني بعمل ديبولاريزيشن، لا استنى انا بقرب من الفايرنج ليفل. حلو قوي، ثبت المعلومه دي بقى اللي هي ايه. بص كده المعلومه اللي انا هقول لك عليها، كل ما الموجب بره يقل كل ما البولاريتي تقل، كل ما اقرب من الفايرنج ليفل معناها ان انا بعمل دي بولاريزيشن. تاني الحته دي كده مهمه جدا في اللي انا هقوله حالا، مش تفهم ولا كلمه من غيرها. لما الموجب بره يقل يبقى ده كاني بعمل اكشن بوتنشال، موجب بره يقل معناها بولاريتي تقل، معناها ان انا رايح على الفايرنج ليفل اهوت، معناها ان انا هعمل اكشن بوتنشال، معناها دي بولاريزيشن. طب تعالى نعكسها، لو الموجب بره زاد، والموجب بره بيزيد، استنى انت ناسي ان كان في حته هنا هيت لما كنا بنقول ان انا بطلع الموجب بتاع البوتاسيوم بره وبيأفور ويطلع زياده. كان ايه اللي بيحصل؟ كنت بقول لكم بينزل عن الطبيعي بتاعه شويه. حلو قوي، معنى كده الموجب بره لو زاد زي في النيجاتيف افتر بوتنشال كده،
ايه اللي بيحصل؟ هتقول لي الموجة بره زاد، معناها البولاريتي زادت، معناها انا بنزل بعيد عن الفايرنج ليفل اهو، يعني ببعد عن الفايرنج ليفل، معناها ان انا ببعد عن الاثاره، ببعد عن الاكشن بوتنشال. اوعى تنسى المعلومات ديت، دي اساس كلامنا كله حالا في الالكتروتونس. تاني اخر مره، الموجه بره لو قل معناها البولاريتي تقل، معناها ان انا بقرب للفايرنج ليفل، معناها ان انا بزود الاثاره الاكسايتيشن، معناها ان انا بعمل ديبولاريزيشن، معناها ان انا رايح على الاكشن بوتنشال. طب افرض الموجه بره زاد، الموجه بره زاد معناها بولاريتي زادت، معناها ان انا عمال ابعد عن الفايرنج ليفل، معناها ان انا بقلل الاستثاره، معناها ان انا ببعد عن الديبولاريزيشن، معناها ان انا مش هعمل اكشن بوتنشال. ادي اول معلومتين. تعالى على القاعدة رقم 3، لو عملت استثارة لنقطة وما وصلتش للفايرنج ليفل مش هتنشر الإشارة بروباجيشن. يعني إيه تاني؟ أول ما تعمل اكزايتيشن لأي نقطة وصلت للفايرنج ليفل يحصل فيها بروباجيشن، وبالتالي بسميه أكشن بوتنشال. ما وصلتش للفايرنج ليفل يعني أنت لسه في المنطقة دي كده، طول ما أنت في المنطقة ديت ما بتعملش أكشن بوتنشال. أمال بتعمل إيه؟ بتعمل حاجة اسمها لوكال اكزايتاتوري ستيت، حالة استثارة مكانية، اوعى تنسى دي. وصلت للفايرنج ليفل، الحتة دي بقى اسمها اكشن بوتنشال. يبقى تحت الفايرنج ليفل لوكال اكزيتاتور ستيت، فوق الاكشن بوتنشال اسمها، او فوق الفايرنج ليفل اسمها اكشن بوتنشال. تعالوا بقى نقرا الكلام اللي مكتوب في الالكتروتونس، ويا رب تكونوا فهمتوا الكلام اللي انا قلته ده، لان من غيره مش تفهموا ولا كلمة في الالكتروتونس. بيقول لي الالكتروتونس، او الاسم التاني بتاعه اللي اسمه الكترونيك بوتنشال. تعالوا نبص على الديفينيشن بتاعته يعني ايه وافهمكم يعني دلوقتي. There are localized passive changes occurring in the nerve when stimulated by sub-threshold galvanic current. تغيرات بتحصل في العصب لما انا احفزه انا بجالفانيك كارنت. يعني ده مش جاي له استثاره هو في الجسم، لا، ده انا هاخد النيرف بره كده واجيب تيار اسمه جالفانيك كارنت اللي هو التيار المتردد، واقوم جاي انا محفزه انا بايدي. فيقول لي دي لوكالايزد باسيف تشينج، تغيرات باسيف، باسيف لان النيرف مش هو اللي بيعملها، لا ده انا اللي بعملها. النيرف لما بيعملها بسميها اكتيف تشينج، انما لما انا اللي بعملها انا بايدي عن طريق ان انا بجيب جهاز احفز بيه العصب، دي اسمها باسيف تشينج. بتحصل في النيرف لما تعمل له ستيميوليشن بسب ثريشولد. سبستريشن يعني حاجه ما تكفيش انها تحفزه اصلا، يعني انا مش هحفزه، ده انا هقيس فيه شويه حاجات بس. خد بالك دي بتعمل بسبستريشن، يعني حاجه مش كافيه انها تحفز العصب اصلا، ولازم تكون جالفانيك. كلمتين اتنين مهمين جدا او ثلاث كلمات، هي باسف لوكالايزد باسف وسبستريشن وبجالفانيك، يوزنج ذا كاثود اللي هي النيجاتيف الكترود، او الانود اللي هو بوزيتيف الكترود. يعني انا مره هستخدم الكاثود ومره هستخدم الانود. الكاثود ده بيطلع اشارات موجب وبالتالي هيزود الموجب، الانود ده بيطلع اشارات سالب وبالتالي هيزود السالب. ليدنج تو لوكال ديبولارايزنج اور هايبر بولارايزنج افكت. لوكال ديبولارايزنج معناها ان انا هقرب من الفايرنج ليفل، يعني اعمل ديبولارايزيشن. لوكال هايبر بولارايزنج، هايبر بولارايزنج اللي هو كنت ببعد عن الفايرنج ليفل. اوعى تنسى الكلمتين دول في اللي احنا قلناه دلوقتي، لما الموجب بيزيد بره ولما الموجب بيقل بره. الموجب لما يقل بره هتبقى دي بولارايزيشن، الموجب بقى لما يزيد بره بتبقى اسمها هايبر بولارايزيشن. هايبر بولارايزيشن يبقى تاني التعريف اهوت، انا بجيب جالفانيك كارنت، الجالفانيك كارنت ده لازم يكون سب ثريشولد يعني اقل من الطاقه الكافيه لتحفيز العصب، واقوم جاي عامل في تغيرات للنيرف عن طريق حاجتين، يا كاثود يا انود. بجيب اشارات موجه بحطها، وفي حاله تانية بجيب اشارات سالبه بحطها، واقيس اللي هيحصل. اللي بيحصل ده اسمها باسيف تشينج، تغيرات باسيف. التايبز بتاع الالكتروتونس بقى بيقول لي there are two types of electrotonus potential depending on التايب بتاع الالكترود يوزد، في نوعين اتنين حسب اللي انا هستخدمه، يا استخدم كاثود يا استخدم انود. فيقول لي اول حاجه هسميها ان الكتروتونيك بوتنشال، ان الكتروتونيك، ان الكتروتونيك معناها ان الكتروتونس، الاثنين واحد، ان الكتروتونيك بوتنشال او ان الكتروتونس. الديفينيشن بتاعها تعالوا نشوف دي بستخدم فيها كاثود ولا انود، هي اسمها ان الكتروتونس، ان الكتروتونيك، يبقى اكيد هستخدم ايه؟ اكيد هستخدم انود. فيقول لي this is the potential change that occurs when using a nodal current for stimulation.
دي اللي انا هستخدم فيها الانودال كارنت، والانودال الكارنت دي بتكون بوزيتيف بوزيتيف تشارج، يعني انا هستخدم اشاره بوزيتيف، يعني كل تعامل هيكون مع بوزيتيف. is the state of hyperpolarization. لا انا مش هقول لك ولا كلمه لما تثبت معلوماتنا بعد اذنك. هو انا لما اقول لك لما استخدم انود، انود دي يعني اشاره موجب وهو يتحط بره على فكره، يعني انا هزود الموجب بره. هو لما استخدم انود ايه اللي يحصل؟ لا رسم لي كده بعد اذنك. طيب لما استخدم انود والانود ده اشاره موجب بوزيتيف، يبقى موجب زاد بره. رص بقى الكلام اللي احنا قلناه، موجب زاد بره معناها بولاريتي زادت، معناها بعدت عن الفايرنج ليفل، معناها ان بعدت عن الاستثاره، معناها حاله هايبر بولاريزيشن. فعشان كده بيقول لي it is a state of hyperpolarization caused by addition of positive charge على outer surface بتاعت النيرف ممبرين. لما بحط اشاره موجب بره الحاله اسمها hyperpolarization، لما اقلل الاشاره الموجب من بره الحاله اسمها depolarization. The magnitude of the potential change is proportional مع السترينث بتاع الاستيميوليشن. يعني بيقول لي قوه البوتنشال تشينج، قوه التغيرات بتتناسب طردي مع قوه الاستيمولس. يعني انا عملت ستيمولس اهوت، التغيرات اللي هتحصل حسب الاستيمولس اللي انت هتديه. استيمولس ضعيف تغيرات ضعيفه، استيمولس قوي تغيرات قوي. It is associated with decrease in nerve excitability. هتقلل النيرف اكسايتابيلتي. مش احنا متفقين الموجب لما يزيد بره هيبعدني عن الفايرنج ليفل، ولما يبعدني عن الفايرنج ليفل الاكسايتابيلتي اكيد هتقل، وبالتالي التيك ذا ميمبرين بوتنشال اواي فروم الفايرنج ليفل، لانه بياخد الاكشن بوتنشال او الميمبرين بوتنشال بعيد عن الفايرنج ليفل زي ما اتفقنا، which inhibited discharge of impulse اللي بيقلل الاكسايتابيلتي وبيقلل الاكشن بوتنشال زي ما قلنا. قواعد قلتها لك هتلاقي الدنيا ماشيه سهله جدا. With strong anodal current، لما تعمل strong anodal current يعني انت هتدي موجب كتير جدا بقى. بص اللي هيحصل، the nerve excitability may be completely lost. الاستثارة بتاعت العصب ممكن تفقد تماما، لانك لما انت عمال تدي موجب 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 هتلاقيه عمال يبعد عن الفايرنج ليفل قوي، وكل ما يبعد عن الفايرنج ليفل الاكسايتابيلتي تقل. لما يبعد قوي عن الفايرنج ليفل النيرف تقريبا بنقول ان الاكسايتابيلتي بتكون لوست، ما عادش هيستجيب لحاجه خالص. This is known as anodal block. دي اسمها anodal block. الانودال بلوك ديت اني بزود الاشاره الموجب بره قوي، وبالتالي باخد الممبرين بوتنشال بعيد عن الفايرنج ليفل قوي، يبقى الاكسايتابيلتي تقريبا لوست، ما عادش موجوده اصلا اي اكسايتابيلتي. يبقى القاعده تعالى نثبتها تاني اهوت، وهفضل اكررها لان الدرس ده مهم جدا وبيلخبط ناس كتير. لما ازود موجب بره معناها ان انا بستخدم ان الكتروتونس، معناها ان انا بحط اشاره موجب بره، ولما تزود الموجب بره هتزود البولاريتي، هتقلل الاكسايتابيلتي، هتاخده بعيد عن الفايرنج ليفل، الحاله تبقى اسمها هايبر بولاريزيشن، ولو افورت هتقلب حاله اسمها انودال بلوك. تعالوا نشوف الجزء الثاني بقى. الطريقه الاولانيه كانت اسمها ان الكتروتونس، الطريقه الثانيه بقى اسمها كات الكترونيك او كات الكتروتونيك بوتنشال، اسمها كات الكتروتونس اللي بستخدم فيها الكاسود. هناك كنا بنستخدم انود اشاره موجب، وقلنا كل اللي بيحصل مع الاشاره الموجب لما تزيد بره. هنا بقى هستخدم الكاسود يعني اشاره سالب. وقبل ما نتكلم، اشاره سالب بره معناها علاقتها بالموجب، لما تزود السالب بره معناها انك بتقلل الموجب. نفس الكلام بالظبط، يعني لما ازود سالب بره كاني بقلل الموجب، ولما اقلل الموجب اقلل البولاريتي يعني اقربه من الفايرنج ليفل، يعني الاكسايتيشن يزيد، يعني حاله دي بولاريزيشن. بس خد بالك من حاجه، انا قلت لك بقربه من الفايرنج ليفل، وفي التعريف قلت لك سب ثريشولد، يعني لسه ما وصلش للفايرنج ليفل، يعني انا في المنطقه اللي تحت الفايرنج ليفل لسه. عشان كده مش هيبقى اسمها دي بولاريزيشن، امال هيبقى اسمها ايه؟ هيبقى اسمها بارشال دي بولاريزيشن، جزئي مش كامل، لان لسه ما زلت تحت الفايرنج ليفل. تعالوا نبص على الديفينيشن بقى. بيقول لي this is the potential change that occur when using the cathodal current for stimulation. هستخدم cathodal يعني اشاره سالب، واشاره سالب بره معناها ان انا بقلل الموجب، بيكتب لي جنبها كده معناها ان انا بقلل الموجب. It is a state of high of partial depolarization. دي حاله partial depolarization، قلت لكم لما اقلل الموجب بره معناها ان انا بعمل depolarization،
ولكني ما زلت تحت الفايرنج ليفل، فبقول عليها بارشال ديبولاريزيشن كوزد باي اديشن اوف نيجاتيف تشارج على الاوتر سيرفيس بتاعت الممبرين، لان بزود اشاره سالبه على ناحيه النيرف من بره، يعني بقلل الموجب. هنا لما اقول لك بقى الاكزايتابيلتي تزيد ولا تقل، تقول لي انا بقربه من الفايرنج ليفل، يعني الاكزايتابيلتي تزيد، عشان كده يقول لي it is associated with increased nerve excitability. So it takes the membrane potential close to the firing level، بتقربه من الفايرنج ليفل اللي بيسهل الاشاره، اللي بيسهل ان خلاص انقل الاشارات. ما انا قلت لك لما تقرب للفايرنج ليفل زرار انقل الاشاره، فكل ما تقرب من الفايرنج ليفل كل ما الفكره تكون سهله شويه انك تنقل الاشاره. حتى انك لو فاكرين من شويه لما كنا بنبعد عن الفايرنج ليفل قوي كنت بسميها انودال بلوك، لان خلاص ما فيش اي احتماليه انك تنقل الاشاره. The magnitude of the potential change vary with the strength of the stimulating current. الماجنتيود اللي هو التأثير أو قوة الإشارة، قوة التغيرات اللي هتحصل، واللي بتختلف حسب اختلاف الكرنت اللي أنا هستعمله. يعني هل هي هتقول عليها علاقة طردية ولا علاقة عكسية؟ ما اقدرش احكم، هي بتختلف. انما هناك كنا قلنا بروبورشنال، يعني علاقة طردية حتمية. هنا بقى بتختلف حسب كل حاجة، بتديني إشارات مختلفة. قلنا انك اول ما توصل للفايرنج ليفل بتعمل حاجه اسمها اكشن بوتنشال، ولكنك لو تحت الفايرنج ليفل لسه بتعمل حاجه اسمها لوكال اكزايلاتور ستيت، او بنسميها لوكال بوتنشال، اللي هي حاله البارشال ديبولاريزيشن اللي اتكلمنا عنها من شويه. ما زلت تحت الفايرنج ليفل بسميها اسمين، يا بارشال ديبولاريزيشن يا لوكال اكزايتاتور ستيت اللي هي اسمها لوكال بوتنشال، وده كاركترايزد باي، ودي مهم جدا. اتس كاركترايزد باي، it's graded. graded يعني ممكن تبني عليه، بمعنى اصح انت تحت الفايرنج ليفل، فانت لو حطيت طوبه فوق طوبه فوق طوبه فوق طوبه ممكن توصل للفايرنج ليفل، دي اللي اسمها graded. ممكن تزوده 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 لحد ما يوصل للفايرنج ليفل، قابل انه يزيد. عشان كده بقول لي it's graded، معناها الماجنتيود والديوريشن اوف ذا لوكال ريسبونس فاري مع السترينث اند الفريكوانسي بتاعت الاستيمولس. يعني الاستجابه بتختلف، الاستجابه والديوري القوه بتاعت التغيير والديوريشن بتاعتها بتختلف حسب تردد وقوه الاستيمولس اللي انت هتعمل له ابلاي. هتديني استجابه هتديني مؤثر قوي، هنشوف هتعمل ايه. هتديني مؤثر ضعيف، هنشوف بتعمل ايه. It doesn't obey or all none law، معناها ايه بقى؟ بص، or all none ديت معناها انك لو اديتني حاجة كافية ليا هديك استجابة، ما ادتنيش حاجة كافية مش هديك استجابة خالص. فيقول لك يا كله يا مفيش. كله لو اديتني ثريشولد، لو اديتني حاجة وصلتني للفايرنج ليفل، انما ادتني حاجه ما وصلتنيش للفايرنج ليفل مش هديك اي استجابه خالص. اللوكال اكزيتور ستيت دازنت اوبي، ما بتخضعش للاورال نان ده. ليه؟ لانك لو اديتها حاجه صغيره ما تقولكش مش هديك، لا هديك، بس هديك بارشال ديبولاريزيشن، هديك استجابه بسيطه جدا. انما الحاجه اللي بتتبع اول اور نان تقولك والله ما انا مدياك خالص. في اللوكال اكزيتاتوري هي ما بتتبعش اور اول نان، وبالتالي تديها مؤثر صغير هتديك استجابه بسيطه. اتس نوت بروباجيتد، اتفقنا ان هو بيتنقلش لان لسه ما وصلتش للفايرنج ليفل، از ات دازنت ريتش الفايرنج ليفل، انا ما وصلتش للفايرنج ليفل وبالتالي مش هيحصل بروباجيشن، مش هتنقل. ات دازنت او ات از ديكريمنتال، او يعني بديكريز وذ ذا تايم اند ديستانس فيد اواي وزن من 1 ل 2 مللي. يعني ايه؟ التغيرات دي بسيطه جدا. بسيطه يعني ايه؟ يعني مجرد هي هيحصل تغيرات لانها مش تبع اول اورنان، ولكن تغيرات بسيطه، مجرد ما تمشي فتره بسيطه قوي او فتره صغيره قوي تلاقيها اختفت خالص. عشان كده في الاكشن بوتنشال لو فاكرين كل ما يتحرك كل ما عمال يزيد 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 لحد ما يوصل للفايرنج ليفل يمشي زي الصاروخ. انما اللوكال اكزيتور ستيت حاجه بتنخلق ومفيش حاجه عماله تزودها، وبالتالي تنخلق وتقل تقل 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 مع المسافة لحد ما تختفي خالص. فيقول لي مع الطايم والمسافة فيد، بتختفي تقريبا بعد ملي او 2 ملي من المكان اللي هي حصلت فيه. During local response اثناءها the nerve excitability is increased. الاكزيتابيلتي هتحصل لها انها تزيد. ليه؟ ما هو معنى انك عملت local excitatory state اصلا انك اديت مؤثر، ولما اديت مؤثر معناها انك عملت دي بولاريزيشن، يعني قربت من الفايرنج ليفل بس انت لسه ما وصلتلوش. ومعنى انك قربت من الفايرنج ليفل معناها الاكزايتيشن زادت. فيقول الاكزايتيشن بيزيد لان الممبرين بوتنشال بيقرب للفايرنج ليفل. يبقى انا عندي معلومتين اتنين في الفايرنج ليفل ده،
كل ما قربت من الفايرنج ليفل كل ما الاكزايتابيلتي زادت، كل ما بعدت عنه كل ما الاكزايتابيلتي قلت. ات كان بي سميتد، كان بي سميتد ديت معناها بقى انك ممكن تجمعه، يعني اشاره مع اشاره مع اشاره مع اشاره مع اشاره تديك اشاره كبيره ممكن توصل للفايرنج ليفل. معناها انذر سب سيريشن ستيمولس. متفقين في الديفينيشن اللي انا كنت بستخدم سب سيريشن؟ سب سيريشن ديت يعني ما تدينيش اكشن بوتنشال، تديني بس لوكال اكزيتاتور ستيت. فلو اديتني سب سيريشن مع سب سيريشن مع سب سيريشن مع سب سيريشن، كل واحد لوحده ما يكفيش انه يوصلني للفايرنج ليفل، ولكن لو جمعتهم كلهم على بعض واديتهم لي مره واحده هتلاقيني وصلت للفايرنج ليفل. فيقول لي انذر سب سيريشن ستيمولييت ستيمولس مي بي ابلايد سيمولتينيسلي، معناها في نفس الوقت، يعني انت تدي سب سيريشن كمان في نفس الوقت، بروديوسنج هاير ديبولاريزيشن، يعمل لي ديبولاريزيشن اعلى، which may reach الفايرنج ليفل، اللي ممكن يوصل للفايرنج ليفل، وبالتالي لو وصل هيعمل بروباجيشن للاكشن بوتنشال. It can be submitted دي معناها انك هتحط سب سيريشن على سب سيريشن على سب سيريشن، ولكن الشرط يكون at the same time، at the same time في نفس الوقت وورا بعضه على طول، مفيش فرق ما بينهم، ممكن ناتج جمعهم اللي هو السمشن بتاعتهم يوصلني للفايرنج ليفل، وبالتالي اخش في مرحله البروباجيشن بتاع الاكشن بوتنشال. يكمل الخصائص بقى بتاعت لوكال اكزيتور ستيت ويقول لي عليها الدور ات هاز نو ريفراكتوري بيريود، ما فيهاش فتره عصيان. ايه الريفراكتوري بيريود دي اصلا؟ هناخد حالا ان شاء الله ان لما يكون العصب بينقل الاشاره اثناء نقله للاشاره بيكون في حاجه اسمها ريفراكتوري بيريود. ريفراكتوري بيريود دي معناها عصيان تام، يعني لو اديته اي ستيمولس في الفتره دي مش هيستجيب ليه مهما كانت قوه المؤثر. ادي له حافز كبير قوي مش هيستجيب ليه لانه مشغول في النقل دلوقتي. اللوكال اكزيتور ستيت بقى ما فيهاش الكلام ده. ليه ما فيهاش الكلام ده؟ يقول لك والله انا اصلا كان بيصمت، يعني ممكن تديني تاني تديني تاني تديني تاني اديك استجابه كبيره، وبالتالي انا لسه ما وصلتش للنقل اصلا، وبالتالي انا ما عنديش ريفراكتوري بيريود. اللي بعد كده بيقول لي it is the physiological response in the following site، دي الحالة الاستجابة في الحالات الآتية. السنسوري ريسبتور، في السنسوري ريسبتور، في الريسبتور اللي هي بتحس اللي موجودة في مناطق الإحساس، التغيرات اللي بتحصل فيها بتكون local excitatory state، ودي معلومة مهمة جدا. ايه الحاجات اللي بتكون local excitatory state؟ تاني حاجة السينابس، السينابس منطقة الاتصال بين عصب وعصب او بين عصب وعضلة، الاشاره اللي فيها او التغيرات اللي فيها ما بتوصلش الاكشن بوتنشال، بتكون بس لوكال اكزيتور ستيت. في النيوروماسكولار جانكشن قلت لكم دي الوصله بين عصب وعضله، يبقى انا عندي يا في حاله السنسوري ريسبتور يا الوصله بين عصب بين عصب وعصب اللي اسمها السينابس، يا الوصله بين عصب وعضله اللي اسمها نيوروماسكولار جانكشن. الاماكن دي التغيرات اللي هي بتحصل فيها، التغيرات الكهربائيه اللي بتحصل فيها لا ترتقي لدرجه الاكشن بوتنشال، لا ده ربنا خالقها بس ان يحصل فيها لوكال اكزايتاتوري ستيت، ودي معلومه مهمه جدا. يقول لي ملحوظه بقى، اكشن بوتنشال از اول اور نون ايفنت، الاكشن بوتنشال نفسه or all none، ولكن اللوكال اكزيتور ستيت ما بتتبعش or all none، معناها it has fixed amplitude independent on the strength above the threshold value. معناها ايه؟ بيقول لك هو بيديك قوه معينه مهما عليت المؤثر فوق الثريشولد، يعني انت اديته ثريشولد هيديك استجابه مقدارها 2 مثلا، عليت الثريشولد ده بقى 1000 ما زالت الاستجابه برضه هي 2، انا استجابتي واحده مهما غيرت المؤثر طالما عدد طالما عدد الثريشولد. وصلت لي الثريشولد يا عم؟ بامبليتيود كام؟ بقوه كام؟ هتقول لي باتنين مثلا. ادالك استجابه كام؟ ادالك استجابه 2. حلو، طب ما تعلي الاثنين اللي هي الثريشولد دي خليها مثلا 1000، الاستجابه هتبقى كام؟ يقول لك 2 برضه، انا ما بعليش استجابتي، استجابتي واحده طالما وصلت للثريشولد او اي حاجه فوق الثريشولد. The change in the intensity of the stimulation will increase the frequency of identical action potential. معناه ايه بقى؟ بيقول لي طب هل لما زود القوه بتاعه المؤثر ده مش هيحصل اي تغيير خالص كده؟ احنا قلنا كل ما زودت قوه المؤثر طالما فوق الثريشولد خلاص المقدار بتاع القيمه ثابت، الاستجابه ثابت، معنى كده زياده القوه بتاعه المؤثر دي ما لهاش اي تاثير خالص؟ لا ليها تاثير، بس لها تاثير في ايه؟ في الفريكوانسي، في التردد، في كمية الإشارات اللي هتنبعت، وليس في مقدار قوتها. انت اديتني مؤثر مقداره 5، اديتك استجابة مقدارها 2، عليت المؤثر خليته 10، استجابتي مازالت 2. حلو، طب الفريكوانسي بقى عند 5، الفريكوانسي مثلا اللي هو التردد اللي هو مقدار الإشارات المبعوتة مثلا نفترض ان هو 5، عليته 10 هتبقى 10،
يعني معنى كده كل ما تعلي المؤثر قوة الاستجابة ثابتة، ولكن تردد الاستجابة بيزيد. فرق بين دي قوي، وهقولها لك مرة أخيرة. كل ما تعلي المؤثر قوة الاستجابة ثابتة، الامبليتيود بتاعة الريسبونس ثابت ما بيتغيرش، انما ايه اللي بيتغير؟ الفريكوانسي، التردد هو اللي بيتغير مع تغير المؤثر. يا رب تكونوا فهمتوا دي كويس. جزء ده جزء مهم جدا في سؤال الامتحانات كلها، اللي هو اللوكال اهدر ستيت والالكتروتونس عموما، من الدروس المهمه جدا. العنوان اللي عليه الدور بقى بيقول لي الاكزايتابيلتي تشينج اثناء الاكشن بوتنشال. ايه ده؟ فاكرين المحاضره اللي فاتت في اولها خالص كنا قلنا ان العنوان الرئيسي بتاعنا ان احنا هنتكلم عن تغيرات بتحصل اثناء الاكشن بوتنشال. كان اول تغير اسمه الكترونيك تشينجز، تاني تغير كان اسمه الاكزايتابيلتي تشينج، تالت تغير كان اسمه الميتابوليك تشينج لو فاكرين. المحاضرة اللي فاتت بالكامل والجزء اللي خدناه لغاية حالا من محاضرة النهاردة ده كله كان الالكترونيك تشينجز، التغيرات بتاعة الكهرباء. هنبدأ حالا بقى في تاني تشينج او تاني تغير اللي اسمه الاكزايتابيلتي تشينج اثناء الاكشن بوتنشال. بيقول لي the ability of the nerve fiber to respond to new stimulus during the propagation بتاع النيرف امبلس is variable. يعني ايه؟ ability of the nerve fiber to respond to a new stimulus، قابلية العصب ان هو يستجيب لمؤثر جديد. يعني انت خلاص مديله مؤثر والمؤثر ده دلوقتي شغال، عاوز تديله مؤثر تاني بقى غير الاولاني، يقول لك قابلية العصب انه يستجيب لمؤثر جديد اثناء ما يكون بينقل اصلا نيرف امبلس بتختلف. It passes in the following phase، بتمر بالمراحل الاتية. يبقى انا دلوقتي انا مدي مؤثر بالفعل، المؤثر ده دلوقتي وصلنا للاكشن بوتنشال وحاصل اكشن بوتنشال في النيرف. جيت فكرت ان انا ادي مؤثر تاني غير اللي ماشي بالفعل، ايه اللي هيحصل؟ بيمر بالمراحل الاتيه. اول مرحله اسمها ذا ريفراكتوري بيريود، ذا ابسوليوت ريفراكتوري بيريود، اي ار بي، بنقول عليها اي ار بي، ابسوليوت ريفراكتوري بيريود، فتره العصيان المطلق، العصيان التام، اللي هو والله لو اديتني اي مؤثر مهما كانت قوته ما هنقله الا لما اخلص اللي في ايدي الاول. دي اسمها الريفراكتوري بيريود الابسوليوت، اللي هي الديفينيشن بتاعتها بقى بيقول لي ايه؟ It is the period during which the excitability is completely abolished. دي الفترة اللي فيها الاكزايتابيلتي اللي هي الاستثارة تقريبا مفقودة بالكامل، يعني مفيش أي احتمالية إن أنا أستجيب لأي مؤثر. يعني الاكزايتابيلتي زيرو، وبالتالي no stimulus can excite the nerve fiber، وبالتالي مفيش أي مؤثر يقدر يثير العصب whatever its strength may be، مهما كانت قوته. العصب بينقل حالا، شغال نقله، وتقول لك والله لو اديتني مؤثر مهما كانت قوته ما هستجيب ليك، انا استجابتي صفر حاليا، استنى اما اخلص اللي في ايدي. The absolute refractory period بيتزامن مع coincide with، بيتزامن مع ايه؟ يقول لي depolarization والearly part بتاع الريبولاريزيشن. يعني الابسوليوت ريفراكتوري بيريود ديت بتكون تقريبا ماشيه هناك في الالكترونيك تشينج مع فتره الديبولاريزيشن واول جزء من الريبولاريزيشن. يعني تقريبا بقول لك الاسندنج ليمب بتاع الاكشن بوتنشال واول تلت من الديسندنج ليمب. فاكرين المنحنى اللي احنا رسمناه حالا اللي كان فيه طالع ونازل بتاع الديبولاريزيشن والريبولاريزيشن؟ الاسندنج ليمب ده كان ديبولاريزيشن، الديسندنج ليمب كان ريبولاريزيشن. يقول لك الابسوليوت ريفراكتوري بيريو بتتزامن مع الاسندنج ليمب كله واول تلت من الديسندنج ليمب، معناها انها بتتزامن مع كل الديبولاريزيشن واول جزء من الريبولاريزيشن، اللي هي من الاخر المنطقه اللي العصب عمال ينقل فيها اشاره ومش فاضل اي حاجه تانية. الكوز بتاعت الابسوليوت ريفراكتوري بيريو، ايه اسباب العصيان التام ده بقى؟ بصوا معايا، بيقول لي انا هاخد الاول سببين او مرحلتين اتنين. احنا قلنا الابسوليوت ريفراكتوري بيريود بيتزامن مع حاجتين، يا دي بولاريزيشن كله يا اول جزء من الريبولاريزيشن. تعال نعرف في حاله الدي بولاريزيشن ايه سببها وفي حاله الريبولاريزيشن ايه سببها. الاول يقول لي اثناء الدي بولاريزيشن والاوفر شوت، اثناء الدي بولاريزيشن وبعد الفايرنج ليفل بشويه، يقول لي ذا صوديوم شانل ار فولي اكتيفيتد اند كانت بي اكتيفيتد مور. فاكرين لما كنا بنوصل او قبل الفايرنج ليفل كنا عمالين نقول ان احنا عمالين نفتح صوديوم نفتح صوديوم نفتح صوديوم، مجرد ما توصل للفايرنج ليفل معناها كل قنوات الصوديوم مفتوحه،
عشان كده بيقول لك انا اثناء الديبولاريزيشن وبعد الاوفر شوت اللي هو بعد الفايرنج ليفل، كل قنوات الصوديوم متحفزه وما تقدرش تحفزها اكتر من كده لان خلاص كلها مفتوحه، وبالتالي انت لو اديتني مؤثر تاني لازم افتح قنوات صوديوم عشان استجيب. افتح ازاي وكله مفتوح اصلا؟ ده اللي هو يقصده، يقول لك قنوات الصوديوم كلها مفتوحه وبالتالي ما تقدرش تفتح حاجه تانية، وبالتالي اي مؤثر مهما كانت قوته مفيش حاجه يفتحها اصلا، وبالتالي مش هنستجيب ليه، خليك بره دلوقتي. طب اثناء الريبولاريزيشن بقى يقول لي ذا صوديوم تشانل ار ان اكتيفيتد باي ذا كلوجر اوف الان اكتيفيشن جيت. يقول لي اثناء الريبولاريزيشن لو فاكرين كنا بنقوم جايين قافلين قنوات الصوديوم شويه، نبدا نقفلها بالراحه. بقفلها بايه؟ بقفلها بالان اكتيفيشن جيت اللي كانت جوه، بقفلها بالان اكتيفيشن في الايرلي بارت بتاع الريبولاريزيشن. وانا بقول الكلمه واضحه اهو، بعد ما اكون كل قنوات الصوديوم مفتوحه في اول الريبولاريزيشن لما باجي اقفلها بقفلها بالان اكتيفيشن جيت اللي ناحيه جوه، وبالتالي نو صوديوم انفلكس اند نو اكشن بوتنشال كان اوكر، وبالتالي مش هقدر ادخل صوديوم خالص لانها مقفوله باللي جوه. اللي جوه دي حل مؤقت كده على ما اللي بره تقفل. اللي بره لو فاكرين كانت بطيئه في القفل، انما اللي جوه ممكن تقفل بسرعه، فعشان كده مجرد ما اخش فري بولاريزيشن صوديوم اقفل بسرعه. حاضر، اقفل لك بمين؟ بان اكتيفيشن جيت، قفلتها. فلما تقفلها دي ما بتفتحش، دي ما بتفتحش لما كل حاجه تخلص. وبالتالي في حاله الدي بولاريزيشن كله مفتوح، في حاله الري بولاريزيشن كله مقفول بالان اكتيفيشن جيت، وبالتالي مستحيل استجيب لاي عصب اصلا، مستحيل استجيب لاي مؤثر لان الصوديوم ما بيدخلش خالص. تاني واحده معايا اسمها ريلاتيف ريفراكتوري بيريود ار ار بي، ريلاتيف ريفراكتوري بيريود دي فتره عصيان برضه ولكن مش تام بقى، اللي هو ايه؟ عصيان نسبي، يعني لو اتكيت عليا شويه ممكن اسمع كلامك، انما الاولانيه مهما اتكيت عليا مفيش، انسى. انما التاني يقول لك لا اضغط عليا شويه، طب اتحايل عليا شويه، طب والنبي حاول معايا كمان مره وانا هسمع الكلام وافتح لك بس اتك عليا شويه. دي اسمها ريلاتيف ريفراكتوري بيريود. الديفينيشن بتاع التعريف بيقول لي اتس ذا بيريود دورينج ويتش ذا اكزايتابيلتي از اونلي بارشلي ريكفرد، الاستجابه بتكون رجعت بس جزء صغير منها رجع. هناك كنا بنقول ان الاستجابه كلها فقدت، مفيش استجابه خالص، هنا بدانا بقى يبقى في استجابه شويه بسيط، يعني ما بين هي من الصفر وما هيش 100% في المنطقه دي كده بين الصفر وبين 100%. thus وبالتالي a strong stimulus than normal is needed to excite the nerve، وبالتالي عاوز تحفز النيرف تك عليها شويه. يعني ايه تك عليها شويه؟ اديني مؤثر بس يكون اعلى من الطبيعي بتاعي. يعني انا مثلا في الطبيعي باخد مؤثر مقداره 5، في الريفراكتوري بيريود اديتني 5 مفيش، اديتني 1000 مفيش برضه. في الريلاتيف ريفراكتوري بيريود اديتني 1.5 مش هستجيب، اديتني 1.20 لا ممكن افكر، اديتني 1.100 هستجيب ليه. معنى كده عشان تحفز العصب في حاله الريلاتيف ريفراكتوري بيريود لازم تدي له حاجه اعلى من النورمال بتاعه اصلا عشان يستجيب ليك. بيكمل بقى ويقول لي الريلاتيف ريفراكتوري بيريود دي كونسايدز مع مين، بتتزامن مع مين؟ هناك لو فاكرين قلنا انها بتتزامن مع الديبولاريزيشن واول تلت من الريبولاريزيشن اللي هو الاسندنج ليمب كله والتلت الاول من الديسندنج ليمب. تعال هنا بقى نشوف هتتزامن مع مين. بيقول لي هنا بتتزامن مع الريميننج بارت اوف الديسندنج ليمب اوف اكشن بوتنشال لحد الستارت بتاع الافتر ديبولاريزيشن، يعني بتاخد التلتين الباقيين بتاع الديسندنج ليمب، وبالتالي بيقول لي ديورينج ذا ليتر تو ثيرد اوف ريبولاريزيشن بتاخد التلتين التانيين من الديسندنج ليمب لحد ما اوصل لاول الافتر بوتنشال. يبقى اللي فاتت كانت من ديبولاريزيشن لحد التلت الاول من الريبولاريزيشن الريلاتيف ريفراكتوري بيريود باقي الريبولاريزيشن كله. الكوز بتاعتها بقى ايه؟ اسباب الريلاتيف ريفراكتوري بيريود ديت بيقول لي اثناء الوقت ده اللي هو اثناء التلتين الاخرانيين بتوع الريبولاريزيشن during this time some of sodium channel still haven't been reversed from their inactivation state. بيقول لي بعض قنوات الصوديوم ما زالت ما انعكستش من الانكتيفيشن ستيت بتاعتها، يعني ما زال في شويه قنوات صوديوم مقفوله and not reset to the resting state، وبالتالي ما رجعتش للريستنج ستيت بتاعتها الطبيعي انها تكون مقفوله من بره. لا، بيقول لك في الحاله ديت بيكون مازال لسه شويه قنوات صوديوم مقفوله من جوه وما رجعتش للحاله الطبيعيه بتاعتها.
بيقول لك the inactivation gate of some sodium channel will not open until the membrane potential return to or near to the resting membrane potential. الانكتيفيشن جيت بتاعه الصوديوم اللي كانت جوه مش هتفتح الا لما الممبرين بوتنشال يرجع للريستنج ممبرين بوتنشال او قريب منه. ده بالنسبه للصوديوم. يبقى قاعده الصوديوم كنا قلنا ان وصلنا في الابسوليوت ان هي قفلت بالانكتيفيشن. هنا بقى في الجزء الاولاني بيقول لك ان الانكتيفيشن دي ما زالت لسه مقفوله، دي ما بتفتحش الا لما اوصل للحاله الطبيعيه بتاعتي، وانا لسه ما وصلتلهاش اصلا، انا لسه في الديسندنج لمب، لسه ما وصلتش للمرحله الطبيعيه. فعشان كده بقول لك طالما انت لسه ما وصلتش ما زال بعض الانكتيفيشن مقفوله، وبالتالي ما فيش صوديوم هيخش. عشان كده سميتها ريفراكتوري، لان ما فيش صوديوم هيخش لان ما زال في مقفول. بس هو بيقول ريلاتيف يعني مش ريفراكتوري تام. طب الريلاتيف دي سببها ايه؟ احنا بنقول سام اوف انكتيفيشن جيت، البعض منهم مازال لسه مقفول، انما في منهم فتح، يعني في منهم ممكن يخش صوديوم من خلاله استجيب ليه، بس لو اديته لي اعلى من الطبيعي بتاعه. تعالى ما نشوف السبب الثاني بقى. البوتاسيوم تشانل ار يوجوالي وايد اوبن ات ذيس تايم. قنوات البوتاسيوم بتفتح على وسعها، يقول لك كلها بتفتح. Result in continued potassium efflux، بينتج عنها خروج بوتاسيوم كتير قوي. Making it hard to depolarize the membrane to threshold، لما خرج الصوديوم بره، لما زود الموجب بره، اسف، عن طريق البوتاسيوم. افتكر انا زودت موجب بره معناها ان انا اعمل اكزايتابيليتي، بيبقى الموضوع صعب شويه، وبالتالي يقول لك انا خرجت بوتاسيوم بره. ميك ات هارد تو ديبولارايز الممبرين، بيخلي الديبولارايزيشن صعب، لان لما زود صوديوم بره تبقى حاله هايبر بولارايزيشن، بتاخدني بعيد عن الاكزايتابيليتي، اي ان البوتاسيوم كوندكشن از ستيل هاير ذان النورمال ريست، قلنا مفتوح على وسعها، وبالتالي بيكون النقل بتاعه اكتر من الطبيعي شويه، وبالتالي a greater depolarization is needed. خد بالك من الكلمه، هو قال لك لما زودت البوتاسيوم افلوكس لبره بقت صعبه شويه انك تعمل depolarization، ولكن ما قالش انها مستحيله. وبيقول make it hard، بيخليها صعبه شويه انك تعمل depolarization. معنى كده انا ممكن اعمل depolarization، بس ايه الشرط؟ اديني مؤثر قوي قوي، اديني مؤثر قوي قوي عشان يتغلب على الميك ات هارد دي. يقول لي جريت ديبولاريزيشن از نيدد تو ميك الصوديوم انفلو جريتر ذان الصوديوم البوتاسيوم اوت فلو. يعني بقول لك انا قنوات البوتاسيوم بتتفتح على اخرها. انا هفصلك بطريقه حلوه كده شويه. هي اسمها ريلاتيف ريفراكتوري. تعال ما نعرف ليه ريلاتيف وليه ريفراكتوري. هي ريفراكتوري الاول لان كل بتاع الصوديوم الانكتيفيشن ما زال منها كتير مقفول، مش هتفتح الا لما توصل للريستنج ممبرين، وبالتالي ما فيش صوديوم بيخش، زائد ان كل بتاعه البوتاسيوم فاتحه على اخرها، وبالتالي خروجه لبره زائد جدا، دي ريفراكتوري. طب ليه ريلاتيف؟ ليه بقى ريلاتيف؟ عشان سام صوديوم تشانل فتحت، وبالتالي ممكن ادخل من خلالها الصوديوم، زائد ان ممكن اتغلب على خروج البوتاسيوم لبره ان ادخل صوديوم كتير قوي لجوه لو اديت مؤثر عالي قوي، اعلى من الطبيعي بكتير، عشان كده بقت ريلاتيف. فهي ريلاتيف وريفراكتوري في نفس الوقت. الحاله الثالثه بيقول لي السوبر نورمال فيز، وخد بالك اسمها سوبر نورمال. سوبر نورمال الديفينيشن بتاعتها بيقول لي it is the period during which the excitability is higher than normal. سوبر نورمال معناها اعلى من الطبيعي، وبالتالي الاكزايتابيليتي اعلى من الطبيعي، يعني فوق 100%. So a weaker stimulus than normal is needed to excite the nerve. وبالتالي مهما كان المؤثر ضعيف ممكن يعمل استجابه. في الابسوليوت ايا كان قوه المؤثر مفيش استجابه، انما في الريلاتيف علل المؤثر عن الطبيعي اديك استجابه. في اللي بعدها في السوبر نورمال بقى حتى لو اديتني مؤثر اقل من الطبيعي هستجيب ليك. The super normal phase coincides مع النيجاتيف افتر بوتنشال، بتتزامن مع النيجاتيف افتر بوتنشال، اللي هي المرحله اللي عليها الدور بعد ما الريبولاريزيشن بيخلص. يبقى هناك في الاولى كانت ديبولاريزيشن واول تلت من الريبولاريزيشن، في الثانيه كان باقي الريبولاريزيشن، في الثالثه كان اول حته من الافتر بوتنشال اللي كانت اسمها نيجاتيف افتر بوتنشال. الحاله الرابعه بقى اسمها the sub normal phase. اللي قبلها كانت اسمها سوبر نورمال فيز، دي اسمها السب نورمال فيز. الديفينيشن بتاعتها بيقول لي ذا بيريود دورينج ويتش ذا اكزايتابيلتي ديكريز ذان النورمال،
الاكزيتابيلتي بتقل من النورمال. يبقى في الاول خالص، تعالى بقى نعمل مقارنه، في الاول خالص الاكزيتابيلتي تقريبا صفر ما فيش، في الثانيه كانت من صفر ل 100 في النص، في الثالثه كانت اعلى من ال 100، في الرابعه كانت اقل من النورمال، وبالتالي سترونج ستيمولس زان النورمال از نيدد تو اكزايت ذا نيرف. وبالتالي في مرحله يقول لك في المرحله ديت لازم تديني محفز اقوى شويه عشان استجيب ليك، عشان كده اسمها سب نورمال. سب نورمال يعني الاستجابه اقل من الطبيعي، وبالتالي عشان استجيب لك اديني محفز اقوى شويه. يبقى انا حالتين اتنين بحتاج فيهم محفز اقوى من النورمال، الريلاتيف والسب نورمال، وفي واحده مهما كان المحفز مش هستجيب اللي هي الابسوليوت، وفي واحده لو اديتني محفز اقل من النورمال هديك استجابه اللي اسمها السوبر نورمال فيز. تتزامن مع ايه بقى؟ تتزامن مع البوزيتيف افتر بوتنشال. يبقى اول واحده كانت ديبولاريزيشن واول تلت من الري، الثانيه كانت باقي الري، الثالثه كانت النيجاتيف افتر بوتنشال، الرابعه كانت البوزيتيف افتر بوتنشال. ده كده اللي كان اسمهم الاكزايتابيلتي تشينج، بتمر بالاربع مراحل دولت اثناء نقل الاشاره. تعالى اهم حاجه لازم تكون عارف هي بتحصل امتى وبيحصل فيها ايه، تتزامن مع ايه، اسبابها ايه. اوعى تنسى الاسباب دي، اوعى تنسى النقط دي. اللي عليه الدور بقى بيقول لي ايه الفاكتورز افكتنج الاكزايتابيلتي بتاعه النيرف دي، ايه العوامل المؤثره على استثاره العصب. اول حاجه يقول لي التمبريتشر، درجه الحراره. الكولينج بيقلل النيرف اكزايتابيلتي، التبريد بيقلل النيرف اكزايتابيلتي. عشان كده في السقعه في الشتاء لما تكون الدنيا ساقعه قوي في ناس تقريبا ما بتكونش حاسه بالاطراف بتاعتها، ليه؟ بسبب السقعه. السقعه بتقلل النيرف اكزايتابيلتي، وبالتالي بتحتاج تتك على صبعك قوي مثلا، صبع رجلك مثلا، عشان تحس، لان الاكزايتابيلتي قليله. انما الورمنج بيزود الاكزايتابيلتي، الحراره بتزود الاكزايتابيلتي. دي اول حاجه. تاني حاجة ميكانيكال بريشر، ميكانيكال بريشر اللي هو الضغط. يقول لي الميكانيكال بريشر والنيرف ريديوس الاكزيتابيلتي بتاعتها، لو ضغطت على العصب بتقلل الاكزيتابيلتي. يعني انت لو عندك عصب كده قريب من سطح الجلد مثلا واتكيت عليه كده كأنك بتقفله، فانت بتقلل الاكزيتابيلتي بتاعته. ديو تو كومبريشن اون ذا بلاد فيسل سبلاينج ذا نيرف، نتيجة انك بتقفل الارتري اللي بيغذي العصب. يعني الفكره كلها انك لما بتتك على العصب انت بتبوظ العصب، لا ده انت بتقفل البلاد سبلاي للعصب، ولما تقفل البلاد سبلاي للعصب العصب ما يجيلوش دم، ما يتغذاش، ما يدكش اكزايتابيلتي. يبقى انا لغايه دلوقتي خدت حاجتين، يا تمبريتشر يا ميكانيكال بريشر. التمبريتشر الكولينج بيقلل والوورمنج بيزود، الميكانيكال بريشر بيقلل الاكزايتابيلتي لانك بتقفل البلاد سبلاي للعصب. رقم 3 اسمها البلاد سبلاي، الامداد الدموي. ولسه قايلين من شويه اصلا انت لما بتقفل البلاد سبلاي بتقلل الاكزايتابيلتي بتاعه النيرف، وبالتالي بيقول لي ذا نيرف اكزايتابيلتي از ديكريز لو البلاد سبلاي ريديوسد، لو قللت الامداد الدموي الاكزايتابيلتي بتاعه النيرف بتقل. رقم 4 الاكسجين سبلاي، امداد الاكسجين. او 2 ليج بيقلل الاكزايتابيلتي، نقص الاكسجين بيقلل الاكزايتابيلتي. اظن ده حاجه كلها بديهيه لو جات لك في الامتحان، ودي لازم سؤال منها في الامتحان. الفاكتورز افكتنج الاكزايتابيلتي ديت سؤال، ده سؤال اساسي ما فيش فصل على كده، ولكن هي حاجات مفهومه، حاجات بسيطه. الكولينج بيقلل، لو ضغطت هيقلل، قللت الامداد الدموي هيقلل، قللت الاكسجين هيقلل. اف برولونجد اور سيفير، لو الاكسجين قل قوي بقى بيقول لي ذا اكزايتابيلتي مي بي ابوليشد، ممكن الاكزايتابيلتي تفقد تماما، ما يبقاش فيه استثاره خالص. رقم 5 الاتش موجب كونسنتريشن، تاثير الاتش موجب او تركيز الاتش موجب. الكالينيتي بتقلل النيرف اكزايتابيلتي، الالكلاين بتقلل النيرف اكزايتابيلتي. خد بالك الاتش موجب ديت لما بتزيد بتعمل اسيدوزس، لما بتقل بتعمل الكالوزس. تاني الاتش موجب لما بتزيد بتعمل لي حاجه اسمها اسيدوزس او اسيديتي، الاتش موجب لما بتقل بتعمل لي حاجه اسمها الكالوزس او الكالينيتي. فعشان كده بيقول لي لو الاتش موجب قلت هتعمل لي الكالينيتي، والالكالينتي هتقلل الاكزايتابيلتي، ومش هتنسى هتزود الاكزايتابيلتي، اسف الالكالينتي هتزود الاكزايتابيلتي، انما الاسيديتي هتقلل الاكزايتابيلتي. يبقى خد بالك لو الاتش موجب قلت، دي الحاجه الوحيده اللي هتعكس فيها تقريبا، لو الاتش موجب قلت هتعمل لي الكالينتي وبالتالي الاكزايتابيلتي تزيد، انما لو الاتش موجب زادت هتعمل لي اسيديتي وبالتالي الاكزايتابيلتي تقل. كل اللي فات كنا بنقول لو حاجه قلت الاكزايتابيلتي تقل الا الاتش موجب، لو الاتش موجب عليت الاكزايتابيلتي تقل، لو الاتش موجب قلت الاكزايتابيلتي تزيد.
رقم 6 الكترونيك بوتنشال اللي احنا قلنا عليهم، اللي هم الان الكتروتونس والكات الكتروتونس. لو فاكرين في الكات الكتروتونس كانت الاكزيتابيلتي بتزيد، لان في الكات الكتروتونس كنت بستخدم كاثود، يعني اشاره سالب، يعني بقلل الموجه بره، وبالتالي الاكزيتابيلتي تزيد. انما في حاله الان الكتروتونس كانت الاكزيتابيلتي بتقل. الكلام ده شرحناه بالتفصيل. رقم 7 الكيميكال، مواد كيميائيه، زياده السي او 2 والالكحول والانستيك دراج. زياده السي او 2 على فكره هي الاسيديتي، يعني زياده السي او 2 بتعامل معاها على انها اسيدوز او اسيديتي، فيقول لي زياده السي او 2 او الكحول او الدواء المخدر اللي هو الانستيك دراج، الادويه المخدره، زي مين؟ زي زي الايسر وزي الكوليفورم وزي النوفاسين، دي كلها اسامي ادويه. الايسر والكوليف وال كلوريفورم والنوفاسين دول كلهم اسامي ادويه، وانا قلت لك السي او 2 اصلا زي الاسيديتي وبالتالي هيقلل، والكحول وانستيك يعني ادويه بتخدر العصب، والكحول بيضيع الواحد خالص يخليه مش حاسس بحاجه. يبقى الطبيعي لما اقول لك الحاجات دي هتعمل ايه في العصب؟ اكيد هتقلل الاكزايتابيلتي. الادويه المخدره الانستيك دراج والالكحول والاكسس سي او 2. الدراج بقى اللي اسمه فيراترين، في دراج اسمه فيراترين، ده اسم دواء، بيقول ده بيزود الاكزيتابيلتي لانه بيزود الصوديوم برميابيلتي. الدواء اللي اسمه الفيراترين ده الطبيعي ان هو بيزود نفاذات الصوديوم قوي، ولما ازود نفاذات الصوديوم قوي يبقى انا بزود الاكزيتابيلتي. رقم 8 الالكترولايتس، اللي هي الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم. الثلاثة دول تعالوا نتكلم بقى، دول هناخد فيهم شرح طويل شوية. يقول لي تأثير الالكترولايتس على الاكزيتابيلتي من ناحية الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم. بيقول لي ذا كونسنتريشن اوف ذيس كاتيونز في الاكسترا سيلولار فلويد بيأثر على الاكزيتابيلتي. تأثيرهم في البيئة الخارجية للعصب بيأثر على الاكزيتابيلتي. ازاي؟ تعالوا نشوف أول حاجة، بيقول لي إيه التغيرات اللي هتزود الاكزيتابيلتي؟ يعني الثلاثة دول يحصل فيهم إيه يزود الاكزيتابيلتي؟ هو مش هياخدهم واحدة واحدة، لا، هو هياخد ايه يزود الاكزيتابيلتي في حالاتهم هم التلاتة، وايه يقلل الاكزيتابيلتي في حالاتهم هم التلاتة برضه. فيقول لي انا هتكلم دلوقتي عن حاجات بتزود الاكزيتابيلتي، ايه اللي يزود الاكزيتابيلتي؟ اول حاجة لو قللت الكالسيوم، الكالسيوم قل هتزود الاكزيتابيلتي. تاني الكالسيوم قل هتزود الاكزيتابيلتي. This result in increase الاكزيتابيلتي، بيزود الاكزيتابيلتي نتيجة زيادة الصوديوم برميابيلتي. وهقول لك كلمة ويا رب تفتكرها، الصوديوم والكالسيوم ما بيطقوش بعض، الاثنين اعداء. الكالسيوم اصلا هو اللي واقف للصوديوم في الوش بيخليه ما يقفورش، يعني الكالسيوم ده عدو الصوديوم. هو انا لما اجي اقول لك الصوديوم يخلي الاكزيتابيلتي تزيد امتى؟ لو زاد ولا قل؟ تقول لي استنى يا دكتور انت بتتكلم في ايه؟ الصوديوم لازم يزيد اصلا عشان الاكزيتابيلتي تزيد. حلو، معنى كده اللي يخلي الاكزيتابيلتي تزيد ان زود الصوديوم، عشان الصوديوم اصلا هو المسؤول عن كل حاجه. فلو زودت تركيز الصوديوم هزود الاكزيتابيلتي، ودي معلومه ثابته واخدناها في مدار المحاضرات اللي فاتت كلها، لانه بيسهل الديبولاريزيشن. صح. طب انا لو جيت قلت لك بقى ان الكالسيوم عدو الصوديوم، يبقى امتى الاكزيتابيلتي تزيد؟ هتقول لي والله الاكزيتابيلتي تزيد لما الصوديوم يزيد. يبقى امتى بقى في الكالسيوم؟ لما الكالسيوم يقل، لان الكالسيوم عدو الصوديوم، وبالتالي بيقول لي ديكريز الكالسيوم كونسنتريشن هيزود الاكزيتابيلتي لانه بيزود الصوديوم برميابيلتي. انا مشيت العدو اللي اسمه كالسيوم فالصوديوم اشتغل براحته. اند ديكريز ذا اماونت اوف ديبولاريزيشن نيسيسري تو انيشيت تشينج في الصوديوم والبوتاسيوم ريكوايرد تو برودوس اكشن بوتنشال، وبيقلل كميه البرميابيلتي اللي انا محتاجها عشان اعدي الصوديوم والبوتاسيوم. قلت لكم ده العدو اللي واقف لهم في الوش، ده اللي مش عاوزهم يشتغلوا، وبالتالي لو قللته موضوع الصوديوم والبوتاسيوم هيكون سهل جدا. يبقى انا عشان ازود الاكزيتابيلتي زود لي صوديوم بعد اذنك، وده الاساسي، وعشان تزود لي صوديوم لازم تقلل لي كالسيوم، عشان ده اللي هيسمح للنفاذيه بتاعه الصوديوم انها تعلى ويدي فرصه للصوديوم والبوتاسيوم ان هم يشتغلوا. الايون الثالث معايا بقى هو البوتاسيوم، وطبيعي جدا لما اقول لك عاوز ازود الاكزيتابيلتي تعمل ايه في البوتاسيوم؟ اكيد هتزوده، يبقى هزود البوتاسيوم كونسنتريشن عشان ازود الاكزيتابيلتي. This favor البوتاسيوم انفلوكس، بيفضل ان هو يخش وبالتالي بيقلل الريستنج ميمبرين بوتنشال وبالتالي بيزود الاكزيتابيلتي. البوتاسيوم اصلا طبيعته ان هو بيحب يخش لجوه عن طريق اللي قلناه المره اللي فاتت اللي كان اسمه الكونسنتريشن جريدينت والالكتريكال جريدينت، بيحب يخش جوه قوي لان تركيزه جوه، لان جوه الاشاره سالب وبالتالي بيحب يترمي على جوه، هو بيحب يخش جوه، وبالتالي لما يخش جوه بيقلل موجب من بره، ولما يقلل موجب من بره يزود الاكزيتابيلتي.
يبقى عشان كده الحاجات اللي بتزود اكزايتابيلتي، زياده الاثنين اللي انا بحبهم في شغلي اللي هو الصوديوم والبوتاسيوم، ونقص العدو بتاعهم اللي اسمه الكالسيوم. يبقى لو جيت سالتك وقلت لك ايه التغيرات اللي بتقلل الاكزايتابيلتي بقى، قول لي العكس اللي هم ايه، زود لي العدو اللي هو الكالسيوم وقلل اللي انا بحبهم اللي هم الصوديوم والبوتاسيوم. يقول لي لو زودت الكالسيوم بقى ده هيقلل الاكزايتابيلتي لانه بيقل، عكس الكلام اللي هناك، هيقلل الاكزابيلتي لانه بيقلل البرميابيلتي وبيزود الاماونت بتاع الديبولاريزيشن اللي انا عاوزها عشان ابدا تغيرات في الصوديوم والبوتاسيوم المحتاجه عشان الاكشن بوتنشال. هناك كنا بنقول عكس الكلام ده تماما، هنا بقى هنقول برضو العكس بتاعه. لما اقلل الصوديوم كونسنتريشن ده هيقلل النيرف اكزابيلتي لانه هيقلل الديبولاريزيشن، هيأخر الديبولاريزيشن شويه. في البوتاسيوم لسه قايلين فوق ان هو كان هنا بيفضل الانفلكس، هنا بيقول لي بقى هيفضل الافلكس وبالتالي هيعمل هايبر بولاريزيشن. لما يطلع بره يعمل هايبر بولاريزيشن، والهايبر بولاريزيشن ده معناها ان انا ببعده عن الاستجابه وبالتالي بقلل الاكزيتابيلتي جدا. نورمالي الكالسيوم ايون بايند تو ذا اكستيريور سيرفيس اوف الصوديوم شانل. الطبيعي ان ايونات الكالسيوم بتمسك في السطح الخارجي من قنوات الصوديوم. Alterating the electrical state of the channel themselves بيغير الحالة بتاعة القناة دي نفسها، يعني قلت لكم الكالسيوم ده متطفل بيروح على قنوات الصوديوم ويمسك فيها من بره، وبالتالي the positive charge of the calcium ion بيزود ال amount بتاع ال voltage required to open the sodium. يعني ايه؟ البوتاسيوم الكالسيوم ده بيروح يقعد على قنوات الصوديوم من بره، ولما يقعد عليها من بره الاشاره الموجب بتاعته بتزود كميه الكهرباء اللي الصوديوم يكون محتاجها عشان يخش لجوه، وبالتالي بيقلل دخوله لجوه، بمعنى اصح بيقفله على بوابته يقول له عاوز تخش ادفع اكتر، ادفع اعلى من اللي انت بتدفعه الطبيعي، وبالتالي بيقلل الديبولاريزيشن. طبعا اللي ان هو بيقعد بره بقى بيزود الطاقه الكهربيه بره، وبالتالي عشان الصوديوم يخش بياخد وقت اطول شويه. الحيوان اللي عليه الدور بيقول لي ايه الفاكتورز افكتنج الكوندكشن فيلوسيتي، ايه العوامل المؤثره على سرعه النقل، عوامل مؤثره على سرعه النقل. بيقول لي التايبز اوف نيرف فايبر، اول حاجه نوع النيرف فايبر. ذا جريتر ذا ديامتر، كل ما كان القطر بتاع النيرف فايبر كبير. النيرف فايبر ده عامل زي الطريق، كل ما كان الطريق كبير كل ما تكون عربات فيه سريعه، وبالتالي كل ما الديامتر يزيد، كل ما قطر النيرف يزيد الفيلوسيتي هتزيد. ذا جريتر ذا سبيد اوف كوندكشن، كل ما زادت السرعه يبقى زود لي الديامتر السرعه تزيد، وبالتالي الكوندكشن فيلوسيتي ان المايلينيتد نيرف از فاستر ذان الان مايلينيتد. قوه نقل الاشاره او سرعه النقل في المايلينيتد اكتر من الان مايلينيتد لسببين، مش لسبب واحد على فكره، لسببين. السبب احنا خدناه من شويه ان هي في المايلينيتد بتتنقل عن طريق النط ساتوري من نود لنود، وبالتالي بتاخد وقت اقل، زائد ان الديامتر بتاع المايلينيتد اكبر من الديامتر بتاع الان مايلينيتد. ده كده الجزء اللي اسمه الطيب بتاع النيرف فايبر. بعد كده بيتكلم ويقول لي ايه الميثودز اوف بروديوسنج نيرف بلوك، الطرق اللي تعمل بيها نيرف بلوك. يعني ايه نيرف بلوك؟ نيرف بلوك يعني تمنع الاشاره انها تمر، توقف العصب خالص. ايه الطرق اللي توقف بقى العصب بقى؟ هتبقى تجميعه من الكلام اللي قلناه دلوقتي على فكره. اول حاجه يقول لي فيزيكال فاكتور، حاجات فيزيائيه زي ايه؟ انك تعمل ابلكيشن للكولد او سترونج ان الكتروتونيك بوتنشال. مش احنا قلنا اصلا من شويه ان الكولد كانت بتقلل الاكسيتابيلتي؟ لو زودت الكولد قوي هتمنع لك الاحساس تماما، هتعمل نيرف بلوك. وبرضه من شويه اتكلمنا عن الانودال بلوك، انك لما تدي ان الكتروتونس عالي قوي بيعمل لك انودال بلوك، دول اسمهم الفيزيكال، يا تزود الكولد يا تزود الان الكتروتونيك بوتنشال. تاني حاجه ميكانيكال، حاجات ميكانيكال، يقول لي انك تعمل انك تضغط ابلكيشن اوف بريشر، لو ضغطت على العصب هتعمل له بلوك لانك بتقطع البلاد سبلاي الرايح ليه، او دامج سيجمنت اوف ذا نيرف، او انك تكسر حته من العصب، تبوظ حته من العصب، يا تضغط عليه يا تبوظ حته منه. كلام تجميع كله من الفاكتورز افكتنج اللي خدناه دلوقتي. تالت حاجه كيميكال فاكتور اللي بنسميها ميمبرين ستابلايزر، كيميكال فاكتور دي اسمها ميمبرين ستابلايزر، خد بالك من الاسم ده قوي. ودولت بيشملوا the ionic change that decrease the nerve excitability، التغيرات الأيونية اللي بتقلل النيرف اكزايتابيلتي اللي هم كانوا ايه؟ نقص صوديوم، نقص بوتاسيوم، زيادة كالسيوم. يقول لي زيادة الكالسيوم ونقص الصوديوم ونقص البوتاسيوم كونسنتريشن في الاكسترا سيلولار فلويد اللي احنا لسه قايلينهم حالا اهو. لوكال انستيك دراجز بقى، الأدوية بتاعة التخدير الموضعي، أدوية التخدير الموضعي زي الكوكايين والنوفاسين، او بيقول عن النوفاكين الاثنين صح، فيقول لي الكوكين والنوفاكين،
اي حاجه اخرها كين على فكره بتبقى مخدر موضعي، صوديوم تشانل بلوكر بيقفل قنوات الصوديوم وبالتالي بتمنع نقل الاشاره في العصب. These drugs act directly على الاكتيفيشن جيت بتاعت الصوديوم تشانل، بتشتغل مباشر على الاكتيفيشن جيت بتاعت الصوديوم تشانل. قلت لكم اسمها صوديوم تشانل بلوكر، بيقفلوا قنوات الصوديوم عن طريق ان هم يقفلوا من الاكتيفيشن جيت. فعشان كده بيقول لي الادويه اللي هي الكوكين والنوفاكين الاثنين دولت بيقفلوا من الاكتيفيشن جيت بتاع الصوديوم تشانل. بريفنت زير اوبننج، بيمنع انها تتفتح تماما. ليد تو ديكريز الصوديوم بيرميابيليتي، بيقلل الصوديوم بيرميابيليتي جدا، وبالتالي الديبولاريزيشن بروس از انهبيتد، عمليه الديبولاريزيشن بتقف لانها معتمده اساسا على دخول الصوديوم. انا قافل القنوات خالص وبالتالي في الصوديوم بيخش، وبالتالي ذا نيرف امبلس فيل تو كوندكت، الاشاره ما بتتنقلش. دي اسمها اللوكال انستيك دراجز، ادويه التخدير الموضعي اللي هي اخرها كين زي الكوكين والنوفاكين، الاثنين دول اسمهم صوديوم تشانل بلوكر بيقفلهم قنوات الصوديوم انهي جزء الاكتيفيشن جيت بتاعتها. دي كده كانت اسمها الميثود اللي بتعمل نيرف بلوك، كانوا فيزيكال كولد او ان الكتروتونس، ميكانيكال بريشر او دامج، كيميكال يا ايونات يا ادويه تخدير موضعي. اخر عنوان معانا بقى واخر تغير معانا هو الميتابوليك تشينج. كده خلصنا الالكتريكال تشينج، خلصنا الاكزايتابيليتي تشينج، اللي عليه الدور بقى اسمه ميتابوليك تشينج، تغيرات في الميتابوليزم بتاعه العصب اثناء نقل الاشاره فيه. بيقول لي ذا ميتابوليك رياكشنز ذات اوكر ان ذا نيرف ار جنرالي سيميلر تو ذوز اوكرنج في المصل، التغيرات اللي بتحصل اثناء نقل الاشاره في العصب تقريبا هي اللي بتحصل اثناء نقل الاشاره في العضلات. اترست في الحاله الطبيعيه بتاعتنا وانت قاعد ما بتعملش اي مجهود والعصب ما بينقلش اشاره. ميتابوليك رياكشن اوكير ات لو ريت، التغيرات بتاعت الميتابوليزم بتحصل بريت قليل جدا ما بتعلاش، لا ده انت في ريست وبالتالي مش محتاج اصلا ميتابوليزم، وبالتالي الميتابوليزم بيكون الريت بتاعه قليل. producing small amount of adenosine triphosphate، وبالتالي بينتج عنها كميه قليله جدا من الاي تي بي. الاي تي بي ده شغل الطاقه كله، ده عمله الطاقه بتاعت الجسم اسمها الاي تي بي، وبالتالي اثناء الريست انت مش محتاج ميتابوليزم وبالتالي بتنتج كميات قليله من الاي تي بي. sufficient to maintain the polarized state، كافيه بس عشان تحافظ لي على البولارايزد ستيت، عشان احافظ على الريستنج ميمبرين بوتنشال. يبقى انا اثناء الريست بطلع كميه اي تي بي قليله جدا بس عاوزها عشان تحافظ لي على الريستنج ميمبرين بوتنشال اللي اسمها بولارايزد ستيت. اما اثناء الكوندكشن بتاع النيرف امبلس بقى، اثناء ما تكون هتنقل اشاره، لا استنى بقى تنقل اشاره، ده انت محتاج كميات طاقه كبيره عشان الصوديوم بوتاسيوم بامب اللي كانت بتحتاج طاقه عشان ترجع العصب لطبيعته تاني، وبالتالي انت محتاج طاقه، اي ان انت محتاج اي تي بي كتير جدا، وبالتالي بيقول لي مور انرجي از نيدد، كميه طاقه اكبر محتاجينها، which is derived from the breakdown of the ATP والكرياتين فوسفيت. يعني ايه ده بقى؟ بص اي تي بي والكرياتين فوسفيت دول المخزنين بتوع الطاقه في جسمك. الـ ATP دي عملة الطاقة اللي انت لما بيحتاج طاقة بتكسرها، والكرياتين فوسفيت ده عملة الطاقة اللي انت لما بيحتاج طاقة بتكسرها. يعني انا لما بيكون عندي طاقة ومش محتاجها بروح اعينها جوه الـ ATP، محتاج طاقة ومش محتاجها اروح اخزنها مع الكرياتين يبقى اسمه كرياتين فوسفيت، وبالتالي لما احتاج طاقة كسر الـ ATP وكسر الكرياتين فوسفيت. فيقول لي لما اجي احتاج طاقة بقى الـ ATP ده هيتكسر لـ ADP وفوسفيت وانرجي، هيديني ADP، ما هو ATP معناها ادينوزين ترايفوسفيت 3 فوسفيت، لما احتاج طاقه خليه ادينوزين داي فوسفيت يعني 2 بس، وفك لي فوسفتايه، لما تفك واحده تديني طاقه، والكرياتين فوسفيت لما تمسكه مع الاي دي بي يديك اي تي بي وكرياتين. يعني ايه الكرياتين فوسفيت ده؟ اي دي بي يعني فيها 2 فوسفيت بس، هو اسمه كرياتين فوسفيت. خد فوسفيته من الكرياتين حطها على الاي دي بي يبقى اي تي بي، والكرياتين فوسفيت لما تشيل من الفوسفيت بقى اسمه كرياتين بس. بيقول لي ريجينريشن اوف اي تي بي وكرياتين فوسفيت، انا كده خلاص بوظت الاي تي بي بوظت الكرياتين فوسفيت، عاوز ارجعهم تاني بقى، ارجع تاني اخزن اي تي بي وكرياتين فوسفيت. يقول لي الريجينريشن بتاع الاي تي بي والكرياتين فوسفيت از درايفد فروم بريك داون اوف جلايكوجين وفوسفوليبيد، بحصل عليهم من خلال تكسير الجلايكوجين. جلايكوجين ده اصلا كان تخزين الجلوكوز وتكسير الفوسفوليبيد. الجلوكوز مع 2 اي تي بي اللي هو جلايكوجين زائد 1 اي تي بي هيديني 2 لاكتيك اسيد و اي تي بي. دي كلها تفاعلات اصلا في البايو، يعني مش هخش في تفاصيلها خالص لان ده كله شغل بايو. يقول لي الجلوكوز مع 2 اي تي بي اللي هم جلايكوجين و 1 اي تي بي هيديني 2 لاكتيك اسيد زائد 4 اي تي بي في حاله الان ايروبيك. ان ايروبيك يعني مفيش اكسجين،
وبالتالي جلوكوز و2 اي تي بي وجلوكوز و2 اي تي بي اللي هم جلايكوجين زائد واحد اي تي بي، الاثنين نفس المعنى في حالتين، اثنين في حاله الان ايروبيك وفي حاله الايروبيك، في حاله ما فيش اكسجين وحاله في اكسجين. ما فيش اكسجين هيديني 2 لاكتيك اسيد و4 اي تي بي، في حاله الاكسجين هيديني 6 سي او 2 6 اتش 2 او و40 اي تي بي. احنا بنقول عاوزين نرجع تاني نخلق اي تي بي، لو لاحظتوا ما هتلاقي هنا طالع 4 اي تي بي وهنا طالع 40 اي تي بي، يبقى انا فعلا نجحت ان انا اخلق تاني اي تي بي في حاله الان ايروبيك يعني مفيش اكسجين، وفي حاله الايروبيك يعني في اكسجين. ده كده طريقه الجلايكوجين. امال الفوسفوليبيد بقى، بقول الفري فاتي اسيد، الفري فاتي اسيد ديت لما تحط عليها او 2 تديك سي او 2 اتش 2 او واي تي بي. الفري فاتي اسيد اللي هي بتاعت الفوسفوليبيد لما تحط عليها اكسجين تديك سي او 2 اتش 2 او واللي يهمني الاي تي بي. يبقى انا كسرت الاي تي بي طلعت طاقه، كسرت الكرياتين فوسفيت طلعت طاقه. طب انا عاوز ارجعهم تاني بقى، اعمل الامله المخازن تاني عشان لما احتاجها. طريقتين، يا جلايكوجين يا فوسفوليبيد. الجلايكوجين في حاله الان ايروبيك والايروبيك، في الان ايروبيك يطلع لي 4 اي تي بي، في الايروبيك يطلع لي 40 اي تي بي. امال الفوسفوليبيد حط عليها اكسجين تديك اي تي بي واحده. ملحوظه، بولي ذا نيرف از ريتش ان فيتامين بي 1، العصب مليان فيتامين بي 1. ذير از نيدد فور كومبليت اوكسيديشن اوف بايروفيت اند لاكتيك اسيد، اللي انا بستخدمهم اصلا في ان اعمل اوكسيديشن للبايروفيت واللاكتيك اسيد اللي هم الناتج من هنا، الناتج من المعادلات دي كده، بيكون بايروفيت ولاكتيك اسيد بتاع كريبس سايكل بقى وبتاع الجلايكوليز الكلام اللي خدناه في البايو. فيقول لي النرف مليان فيتامين بي 1، الفيتامين بي 1 ده بيعمل اوكسيديشن للبايروفيت ولاكتيك اسيد يرجعهم تاني، ثم اكرر نفس العمليه واجيب اي تي بي تاني واجيب اي تي بي تاني وهكذا. دي كده كان اسمها الميتابوليك تشينج. يا رب تكونوا فهمتوا الموضوع النهارده كويس، انا عارف ان هو موضوع تقيل ولكن ان شاء الله يا رب اكون وفقت في شرحه ليكم، يا رب تكونوا فهمتوه كويس، وربنا معاكم ان شاء الله بقى في مذاكرتهم.